يا
الحمد لله. لا، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قامت الصلاة وقامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. باركت عليك يا ذاك. لا إله إلا الله. باب التوبة. قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاث شروط: الأول أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم
في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ماله تقول شيء؟ متأكد اليوم مين؟ اليوم بندر العالي. بندر العالي بندر معك سعد. أنا أذكر أن بندر العالي بندر سعد ها؟ لا سلام. أنا أذكر أن إحنا آخر يوم أنت كنت الأحد. اي انا مع سالم اخر يوم ضد صالح وعمر صح؟ صالح اخر يوم. تاكد 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 اخر يوم في ايش؟ الاثنين. انا قبل اسبوع يعني؟ هي الاثنين. مو بالاثنين اللي راح. انا اذكر ممكن تقول انا يوم الاحد يا بندر، تقول انا تقول انت يوم انا يوم الاحد وابراهيم يوم السبت يوم تعرض. هذه اذكرها. وين الشباب؟ فين؟ مره صحة الانجل نامين صح. سالم صحة يلا صحة يلا صحة يلا ولا حولك احد. اللي بيقوم بيقوم. فهمت اني احنا حد بينا نسحب على المسجد. تكلمت ترى والله ما في بكل موتينا من قوة. صحينا 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 ما في. سالم صارخ الانجل نامين ترى. اسمع ابو حمد يمكن به اسمعكم يمكن تقومون. الله يا اخي شوف قبل ايام احنا نودع خالد العميس وامس بسام يعني الله يا اخي صدق ان الدنيا هذه جماعه ما في اللي عندي لك مشروع والله. وش؟ بيع بطاط هنا. ها؟ بيع بطاط. بيع ايش؟ بطاط. بطاطس؟ اي والله الفلح. بطاطس عارفين ذا اللي يسووه كذا يسووها يا اخي ما انا عارف كذا اللي فيه اللي فيه العود. ايوه اللي حطه كذا مثل حلقات. اي أيوة والله يكسب هذا وطعم لذيذ. بس مو بسامحين لي. اللي بيسمحون لك يا حبيبي اللي انت بس انت بس تجيبه هنا واشتغل عليه اول 3 اسابيع وخل واحد من اخوانك برا يسوي لك محل باسمك. والله اني اضرب. والله قصدك ابيع في القريه ولا برا القريه؟ هنا في القريه وبرا القريه. قصدك يشترون مني الشباب يعني؟ مين بيشترون الشباب يا اخي؟ والله اللي يوقفون معك. الشباب فيهم خير ترى. ما بيحتاج اخوي انا ما يدخل الشقه بس يبي شرم عبد الرحمن القحطاني بس اسمه؟ عبد الرحمن طيري. شرم عبد الرحمن طيري اغراضهم ناس. يوم امس عبد الرحمن يبيع ممتلكاتنا يا اخوي. الله يسعدك يا رب. كيف بدت الحكمة اليوم؟ والله؟ اي والله انا معدل باكستاني طال عمرك. رحت اليوم شبان؟ ايه قايم انا معدل مع قايم قبل الفقرة بس رحت اتروش اتمرن شوي. متى رقدت الفجر بعد؟ راقد 4 بعد الفجر ولا قبل؟ صليت رجعت كمل لين الساعة 9 ونص. الساعة 9 حكم قبل 9 وانا مصاب يا اخي. كان حرام عليك كان صحيتي انا والله والله العظيم اني احترت. قلت يا ولد الجرس بينك وبين عبد الرحمن صح ولا لا؟ قلت يا ولد قلت الجرس من هو له؟ من اللي ما قلت الحزه ذي؟ شفت؟ في نفس الوقت قلت يا ولد يمكن التوقيت كذا عشوائي ولا بيصحيك خرب لك نومك. والله كان صحيح على خشم تبيني يعني اذا قمت اقومك. اي والله ابشر هذا خشم وانا والله قومني ابشر. انا عدلت الساعه انا عدلت الساعه لان احنا نقوم جا ثاني يفكرها كذا عشوائي طفاها. والله صبرت شوي انا افرش اسناني اسمع الجرس من بعيد وانا افرش اسناني دورت مياه واخلص واخذ ملابسي ونشفها طال عمرك وارجع. انا الجرس على الموضوع يعني خذ 10 دقائق تقريبا. شفت؟ قلت يا ولد هذا ما قام خلص. جاء الحارثي قدم. ايه فواز تكلم عن بسام بالله. جيت متاخر ترى جيت انا الساعه 10 ونص بالله 11 لا ايه قعدت طال عمرك اغسل ملابسي واتروش واتمرن شوي. هذا اللي يا اخي معي جرح هنا وما التام. ها؟ جرح هنا كمل فتره وما التام. وعبد المجيد الفوزان يقول لي جرح الاطراف مشكله عند ال اخر مره حللت عارف كم السكر؟ كم؟ فقع كم؟ 140 140 انت معنا انت 140 صدق والله 140 مرتفع يعني مرتفع شايف مرتفع شايف انا شايفني انا الصاب.
140 ترى طبيعي ولا مريض سكري؟ لا الطبيعي 180 طال عمرك. طبيعي 180 ل 100 هذا طبيعي. قول والله مرتفع. 120 يعتبر نوع من الطبيعي ترى، نوع من الطبيعي. يعني انا عندي سكر. لا ارتفاع في السكر. يمكنك ما اكل حلويات بس اي لا على حسب الحلويات اللي تاكلها ذاك اليوم. اللي مو بارتفاع ما فيك سكر. والله يا اخي احنا مستهونين باكلنا، والله مستهونين، والله مستهونين بالاكل. انا من اليوم ورايح خلاص بشرب مويه بعد باكل. انا متعود دايم اكل خضروات فواكه من يوم جيتنا، حتى شفت جسمي صرت ناشف مره. تقشرت يدنا يا ولد. برطمي صار يصدع. رجال الله يكرمكم صار تصدع. ها يقول لك برطمه صار يصدع. اي برطم صدم سياره ما ببرطم ذا. صدع صدع صدع. لا تدري انا ايش الحاجه اللي منقطع عنها ونفسي انها تجي؟ والله الحليب، قسم بالله. والله الحليب 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 البارد هذا، عارفين اي حليب بارد، من اي حليب بارد سواء بالموز بالفراوله، هذا الشيء ادمان. انا والله العظيم ادمان. اللي في بعد البقاله الثلاجات البارد شربت اثنين وانا امس يوم الجمعه. احنا احسن شيء حليب فراوله. يوه والله خرافي ذا. تدري وش المشكله؟ ايش مشكلة الحين؟ إذا حد راح الدكتور ولا تعب ولا جه مرض فيتامين د، الله يكفينا إياكم الشر، يقول معده يحميه من بعض الأكل، صح ولا؟ يقول ماذا لا تاكل رز ويجي ويضرب في ذا الكبسة. هذا المشكلة. لا تاكل حلويات، ياكل حلوية ولا خذا تعب. كل ممنوع مرغوب. ها؟ احنا الشباب السعودي بعضنا مو كلنا، كل ممنوع مرغوب عندنا. يعني مثلا لو قالوا لك الايس كريم ترى بيسوي لك حراره داخليه حموضه دي، ها يا فرح يروح يطمر تلقى في سطل الايس كريم شغال سباحه كذا من الله حاطها عناد. اي والله. واذا قلت له مثلا واذا ما انصح الدكتور منه ترى ما ماكلها. يعني اذا ما انصح منه من والله لو قال الدكتور كثر الايس كريم بس في راسه انه ياكله وكل ايس كريم اسحب عليه. اعرفهم عنا، اعرف نفسنا والله. انا يوم ترى مو عندي حساسيه في جسمي من البرد طلعت المستشفى واخذ العلاج ب 150 ريال. والله ما فتحته الى اليوم. كريم ولا ايش؟ كريمات يا اخي. 17 كريم و 17 كريم كاني عروسه. ايش اسوي بهذه؟ والله العظيم اذا جعت اكل منها. شو اسوي؟ ها؟ ما قال لي كريمات راشد حط الثلاجه كريموت وما ادري وش. بس باسم قبل شوي عرض معي عند راشد قمه قال معده ولد انت شو وجهك فيه ايش فيها عرق كله كذا يلمع. اي عبد الله بن دفن جاب العيد اصلا. ها عبد الله بن دفن ليه؟ راشد عنده كريمات حاطه في الثلاجه، كريمات كذا العلب اللي بدون تسميم وغطاها نحيف. عبد الله بن دفن يجيب لك تميس ومسك لك اقرب عبه اكل. اسالك بالله طعم الفانيلا الرجال صوت يا له. لا لا البكتيريا مصدومه في بطن عبد الله بن دفن. الرجال يفكرها بشيء بطعم الفانيلا. فاصل المخ هذا الادمي هو كلا 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 النيفي ذي مدري بالفانيلا مدري بال هذه ما عاد شفنا منه خير. فلسع المخ كل ما حفظ معلومه زحلطت معدنا كله مدهون. زاد عليه الناضج وحساباته. والله ناضج ما شاء الله. الله يستر. اتعب من بعد. لا هو ذكي تدري ايش سوى؟ يروح يدور ياخذ الاكل ياخذ الاكل ويعطيه الموظفين يروح بنفسه بدون لا يجي. منير الاولى ما لقيته عشان بس احنا من القداح. خذ رقم منير يا اخي دق عليه. طرحه هذا بفلوس بفلوس خذه. هذه وش سالفتها يا عيال؟ يا شحنات الخاص فيها فلوس؟ جيب جيب خلنا نكسرها. الادخار شلون؟ ايش حكتها يا؟ بيعطونك الادخار شلون؟ 500 و100 ريال ادخار 500 ريال. والله ودي كم بالك؟ يا رجال الله اكبر. شلون اخي بسام الله يذكرك بالخير. الله يذكره بالخير احسن له شهرين طالع ترى مش طالع. لا اقول ودي انا لو الحين ها اول كل ظهريه استلم يا حوي. احساسكم قدوه للناس اترك اثر الحساس. حساس خلفي ولا امامي؟ بروح اشوف وضع فارس. وانتبه
اداره ايه اسالهم وين تروح اداره ها مشكله ما قال لي لو تعال تعال يا مجيد كان انت بدري يا اخوي مجيد ايش تبي ايش تبي يا عبد الرحمن مجيد طيب من انت فين معك سالم سالم قدف وعلى الطيب ضاري منو سالم خمتري سالم جيد جيد سالم والله يوم جمعي اول مره ما يدبر بالله بس بستوا علي خبركم بس صادق ترى انا طايل انبع على اساس اني اعرف شو عندك شو عندك؟ وين؟ بجكي هو بيستفسر شو الحل مع فارس؟ شوف مجيد دام امي والله وين مجيد؟ وين ترقدون يا منيفه ومجيد؟ هنا هنا يا اخي حظك ترقدون بدري ودي مره ارقد بدري لي شهر احاول ارقد بدري وما قدرت والله انا اذا رقدت رقدت يا اخي قاعدك يا ظاهر من بالهواء نمت زين ولا من جنبه؟ شلون ايش تقول يا قول لي شهر احاول ارقد بدري ولا ارقد برا ارقد برا هذا لا هو هو مجيد شكل الليل ارقد برا اخر اثنين حللوا حللوا اماكن زد قريه زد نمنا بالسجن ناموا بالسجن ناموا ما خلوا كلنا ناموا فيه الديوانيه ما قد نمت فيها صح؟ الا نمنا بدايه البرنامج الا الديوانيه اول اسبوع من حللوا ام القريه باقي مستشفى لا خلكم بعيد منا الله يكفكم شر لا والله مجيد ذيك مره يفكر يقول سمو. واحد تحت والسرير وواحد فوق سمو باقي لا ما بكذا اكشن طال عمرك انت هي واحد السيب السيب حق الغرفه لا لا السيب الغرفه لا انا بلي هاج من ازعاج باقي تروح تنام لا ترى ترى الغرفه معدي على خبرك ها هاديه اوه والله من جد في ضابط واحكام عند الباب ما يدخل الواحد الا رجال وين هادي والله تجيهم فصلات العيال الا لين يوقع انت ايش رايك انت نايم في ريست نايت ما تدري عن شيء انت يا صاح ما انتهى عهدك ايه جددوا له جددوا له جددوا له يعني انبسطوا انبسطوا قالوا هذا يعني يصير فيه رموز يعني مثل عندك الهامور خلاص الرمز حق الهوامير سعد السبيعي كذا لاقي عليها امور انت نفس الحكايه رئيس بلديه يا يعني انا بامكاني عقب الجوال اقدر افوز بالهامور والله والله اقدر افوز بالهامور صح؟ ايه اي وتقدر تفوز برئيس البلديه ليه؟ لا رئيس البلديه الاسبوع ذا ما جت يمكن ما تحصل لي بدل ليه ما تحصل؟ نظام رصيد يا ايه لا مو رصيد بيدت يمكن الاسبوع الجاي واحد لا رئيس البلديه رئيس رئيس البلديه بندفع رئيس البلديه بندفن اكثر مني رصيد ترى الحين ما شاء الله تبارك ما شاء الله عليه والله انه يعني دخل في المطعم دخل طيب انت خليت رئيس البلديه اذا خليت ميزادك وحققت ارباح كويسه بتصير رئيس صح يا منيف ميزادك والله ما عاد راس المال بيجي عيش فكر من شر اخذت درع مرتين خلنا ما شاء الله ما شاء الله كم اخذ بنت اثنان كم اخذها خلاص خلاص ما ابشر ابشر خلاص انا مستعد اهرب جوالك واسمع جمهورك وتقول لك خلاص لا عاد صوتوا لي صوت الراشد خواله من حايل يا اخي انا من حايل مو خوالي صالح كم اخذها بنت اثنان كم اخذ المطعم؟ ها؟ اخذها ب 6000 لا 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 ب 7000 وشوي وحق ما ادري اللي بياتي الاسبوع ذا بياخذها ب 10000 وبيتنجدها يبدو لي ارباح عاليه يبدو اي وين ارباحها على رجال تحركوا بيديهم ورجليهم اي ما شاء الله عليه شوف اللي يشتغل يشتغل اللي يشتغل يشتغل بس السلام عليك يا شيخ خلني امسك المطعم انا ما طلعت الوجبات برا افرض العماريه تاخذ خصم ولد ولد هلا السلام عليكم ولد ولد لو سلكنا مثل ما فعل مفلح لما فلحنا افا الباب 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 كم مبتسم شلون تقول يا الله ردد الباب لله كم مبتسم يا ليه على شان ما كذب لا والله يا قلبي صالح ذكرك رجلي على حالها وانا على حالي انا لو قال لي يلا يلا صالح انا ما قال لي شيء مذلح نزل من دبر الكاميرا يوم جاء تحته يوهو ها مذلح صالح نزل من دبر الكاميرا يوم جاء تحته يوهو لا الحين نعش 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 يمدي تروش كما مطلع يمدي يمدي ولا تروش العصر يمدي على السريع يلا تروش الحين ولا العصر يمدي على السريع ما تتروش عندك مطبخ ايه تبي تعدل نفسيتك ايه بقي نص ساعة يا راشد عفوا شب ايش تبي؟ زين زين سم بمخبز
لا خبزة اللي شريت انا وياك. شاركني. ها؟ شاركني. كيف تشاركني؟ انا دافع عليك. بتشاركني؟ شوك. سم. على يا شوك. شوكت موجود يا صاحبي. يا عيال جاني علم المنير بيروح. انت صادق؟ حق المطعم؟ اي والله. ليه؟ ما خلينا نكلم الاداره نشوف. ليه والله انه حبيب. لا والله ذاك حبيب ما شاء الله. منير والله ما يتعوض. حبيبي طبخه حلو. طبخه ممتاز. منير. ها. منير معلم والله جاي علم والله صراحه شيف صح موظفين القريه كلهم والله عسل كويسين منير شيف صح منير ناصر ايه شيف والله زمن. شوف يا حبيبي غلطان انت بالله احد يلبس شرشف خاجي والله غلط ها بيشلوه ليه من اللي يقول لك بس خلاص يا لا 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 اذا طلب يطلع اجازه اقل شيء يرجع لا 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 تمزحون هذا ما حد يمزح فيه صادق وائل وش الشرشف اللي لابسه؟ ايش الشرشف اللي لابسه؟ والله محمد عثمان مكانك في القلب اللي والله اشيل شنبك ما عجبتك ذي بس ما ابغى ارد عليك. احترام سيد ابويا سيد ابويا عبد العزيز بطل يا ابو والله انه مقلب ابو الطير ايش ما يضحك؟ ما ادري يضحك علينا ولا يموت ولا منظر علي قلت انا والله ما عاد كملت المشهد منو هذا ولا بندر علي لا اقول منو عبد الرحمن لا عبد العزيز هذا عبد الرحمن عبد العزيز اللي كان يقول ابا والله انا مقلب ابا امس قلت يوم نادوهم قلت الحين بيطلع عليهم وجه من النمر تسمعهم ابا لا والله يا اخي تدري ايش بغى يصير ارحم امك تدري ايش بغى يصير انا بلجي من فلتين نحسب انه اورو الباب وين انتم وش اللي طال لكم السجن صغير يا رجل السجن الشيتا شيتا لو انك صادق يا ابو كريمير كان جيت لي والله شفت لي شيء من يا ربع شيتا شفت لي شيء والله انا جيت الاب ذكيته هنا يا ما تذكيها حرام يا ولد يمكن لو ان هنا ذكيت الابوه قالوا لي روح الشيتا رحت الشيتا لو سعد انا تذكي الابوه والله والله يا ابني ربي سلمنا امس والله يا ابني تصدق لو انك جاي عندها هي يوم تفتح فمها كذا بس تثاوب تثاوب يا رجال يوم حطها في القفص مغلق يا ولد انا دخلت بغيت اخذ الورقه يوم قامت يوم شفت كذا قلت ما شاء الله وش هذا هي ترى مخدره يا ريجي يا عيال من اللي دخل على الابو من اللي دخل انا اول واحد تطلع بالحوش الظاهر ولا انت انت لا ما تطلع بالحوش لا 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 تطلع بالحوش انا يوم جيتهم قعدت انا اسمع صوت ضرب في البيبان وش ذا الليل ما ادري وش فيه في صوت حيوان داخل بس وش هو ما ادري صوت ضرب في الباب الباب ذا صح ذاك اللي برا انت طولت عند الباب هي متخدره ترى ولا لو مي متخدره كان لا مي متخدره كان لا متخدره كان شايل راسك الحين الاصوات اللي هنا محمد المسعود يوم ارتعت بهنية انا ايش سواه محمد المسعود ارتعت بهنية ارتعت بي وائل اللي ارتعت بصدق وائل يقول طب ما ادري ايش منك يقول خذت والله زود يقول اللي ماسك اللبه يقول قرب خذ ورقه قال ترى ما تشوفني انسان تشوفني لحمه واقف منو ذا محمد المسعود قلت له تشوفني لحمه واقفه قرب وصل يا الحي تسلم قال الحي وصل خدمك المال البنون يا ابو يا ابو من حاسر سلام الفهد اللي جاء البارح ترى صغير مو فهد شيتا شيتا وش الفهد ها شيتا اللي بالسجن ايه ولا يعني وش لا 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 ما ادري ما له شيتا كيف شيتا شيتا ذي اللي يقتنونها هادي شيتا ايه هادي يقول ولا يحركون ولا هي هادي تمشي يا بندر بس مفترس ما هي شيء مفترس صغيره بس والله يا ان قامت عليك يا بنت هذا فهد ترى ما تاكل بعد ترى بس هذا مو بس راح حيوان في العالم اي عضه انت تاكله ولا تعضه ها لا والله كم سرعه الفهد كم سرعه الفهد 260 360 لا 300 سرعه
لا عاد ايه ولد ولد ها اسرع حيوان في العالم اهدى من 140 الظاهر اتوقع 60 كيلو في الساعه لا اتوقع يمشي 140 اكثر من 60 كيلو لا اكثر من 60 لا لا 90 طب لون الكورفت والله 90 الظاهر الف هاد قاد عليها مشهد لا تدري شو يقول مهدي يقول البارحه هل مشى البعد قلت له انا مشي شبيبه هلا خلنا نسلم عليك بطل شيء خوفه فيه الا الناقه قلت له اجيب لك ناقه وتوقف عندها منو اقولها للمدرب حق هن عايد نوقف عندها قال يدخل لا تخاف الحمد لله قلت ما عرفت سالفه عنتره عنتره قال له هديت من الثور قلت من يعلم قال هو من يقول لك انا عنتره انا عنتره صاحي انت ليه نذل من اللي كان يطح لي شيتا من اللي كان معي عنتره سالم الله من نذاله فيك راح يدف صندوق سالم سالم شبه صربه سالم انا ما يزعل السبيع ما يجنبي كنت اسمه يا سالم عم ثاني انا دفعت لي يعني قبل جيب لي صار شيء لا لا والله اللي يدعي يقول المدرب قال انت في قالوا شوله ان تشارك عليه ثلاثه في قول من سعد والله ما ادري بالكاد معناه مثل قول يعني تتحمل كل واحد ريال ترى كنت تتحمل ما يجي مش كان عاد بقى شيء خلص عم جاهز ذيبا انا ابليس جينا في البدايه محمد ما نبقى كذا مو قال يلا يا زايد صح يا حي ودي الزنا ابليس ندخل كذا بيت لو عند الباب وحاطين الورقه هنا في العنق حقي بس الجنبيه الجنبيه اللي معكم تاكلكم وانتم ما ذبحتوا واطلع انا عبد العزيز ما يحاجة انا برا احنا نجرح امسي يدها شيء ما عليه تسكي الله حيهم طلعت انا عبد العزيز برا مالو مالو شو خوي حاجه ليه قلت يضحك اول مره يحيي دخل راشد قال اه حيهم ويطلع راشد ذا الكلمه قلب ايوه ما ادري ليش يا ابو كرك لا انت كفى يا ابو خلوا يصحصح يا صالح كرك الزهيري يخلي النوم عنك يطيري صب له والله صب له من رئيس البلديه صب لي قهوه صب لي كرك ها بروح معك انا وسالم من الطوير من معه الطوير ايش ما ادري ان شاء الله انه ياخذ محمد عثمان شوف اذا ما حد جاء من العيال جيت معه لا يا صالح انا طالبك مطلوب ما انت ما كنت والله ودنا كلنا نجي بس كلنا يعرف اعرف رحم الله من عارف قدر نفسه اي والله اللي طبخه وهق فارس فيها لا الله اكبر ترى كلنا مودينا افضل من فارس والله فارس يعرف يطبخ سلام لا بس هو وصى صالح عرفت لا لا ترى ما قال لي حزم ما قال لي شيء يعني وسط كويس والله شوف اذا ما في احد ابشروا كابو تبشر بالجنه صالح فكر من شرك شوف وين ذي وجهك انت مستحيل والله بارك الارهاق وشو والله انا بنام كفو والله لو يموت ارتاح هي ارتاح ارتاح النوم زين صح صح صالح الحين بق هوا لا لا ان شاء الله اقهوه ترى النوم صار سلام لو يعرف الفتى اسمع صالح موصيك انت امبارح صالح تدري اذا طبخت برح يعني معناها ما قال لي انه بيروح قال احتمال اني انا ما اروح ولا ما اعطاني الاوكي صالح اذا بتروح اعطني الاوكي ركز معي اذا ما قيلت تبي تتعب ويصير اداك اليوم ماشي بلعبه مزاج اليوم مزاجك صدق مزاجك ما بيها 14000 بيصير بتدري كم بيصير كم 10000 ب 11000 لا 10000 انا 11 انا ابيها انا والله ابي لو 20000 انا ابي انا ابي ليش انا ابي لو 20000 مثل ما جاب تجيب راع لي بندر والله شوف منافسات الذكي سالم خذها ب 6200 وحقق ارباع 10 وباعه ب 7 يعني بس زادوا 1000 شوي اسمع يا همور يا اخوي اسمع ما شاء الله يعني انا اقصد انهم ما زود كثير انا ببالي خطه تسويقيه على كيف كيف خليني ابد اطلب لك اللي في بالك وبيع لحظه وخلك ما تختار انا اقول لك تدري يقول كم يصير؟ بس تدري يقول كم يصير مطعم؟ 10 مو محطين 10 8000 لا 10 ال 10 7005 ال 10000 75% طيب عندك عندك ال 1000 فيها 250 احسبها على يا اخوي قس شفت لو 14 خذوا 75% اي 75 تطلع حول 10 ولا محطين 10 بيحطون يمكن 8 لا لا 10 شفت طالع 10 10 ما شرط انه ما في اقل من 10 كم ارباحهم؟ ارباحهم لا الحين ما في علم اكيد
14 على شغل على شغل 14 لا والله هذا على شغل بندفنا على كلامك بس الرسمي شغال والله شغال بندفنا بندفنا بندخل بندخل 2800 طيب ما تجرب الحاله 2800 صل على النبي ما تجرب 14 اللهم صل على النبي طيب 14000 هو يقوله لا لا اسمع مني 14000 هو ماخذ مطعم بكم 7000 7000 7000 10 2500 هذا عشان توصل 10 شفت ورصاد 6500 حول 7 عبد الرحمن الحاله عبد الرحمن الحاله طيب اذا اذا الهامور كم نسبته 25% عبد الرحمن ماخذ 1980 ها يعني 2000 1900 2000 4000 يعني ربحك انت لحالك اللي يوم يوم تقهو وهو 25 ماخذ بس اللي انا بقوله هذا الشيء اللي قالوا لنا بندفنه ما هو رسمي الرسمي اليوم يعلن في ميزانك نعرف صدق وش كم حول الدعوه لا 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 شوف هو معلمه هنا محاسبه في الكافي هو معلمه ودعه الفلوس خلاص عشان البراين هو 50% صح 55% 50% 55% مع خصم الهامور يعني اخذ منها الهامور يعني 30% الهامور خذ 25% 1980 هو 30% بندفنا بندفنا 55 30 بندفنا ان شاء الله يا الربع نظام نظام الهامور نظام الهامور ياخذ من الربح العام لا اخذ الهامور لا ياخذ من الربح الخاص ياخذ من الربح الخاص ما يجي لا 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 ما يجي ما ياخذ من الربح العام الاول العام ثم الباقي قسمه على الربح ثم الباقي على النسب الاولى 55 15 15 15 والله يا عوالي الدنيا تبي والاخره تبي عز الله استقبلك 20 برا بتكون عليك النشره ها وش يا الربح اي والله الدنيا تبي انا عن نفسي اكثر فتره استمتعت فيها بالمطعم من ناحيه وناس وتشوف شو قدامك ثاني تهاوشون فتره مثل والله اخ اكثر اكثر يعني موظفين مرتاحين في تاريخ البلديه موظفين راضي اكثر ناس مرتاحين ما توظفوا انا وعيال الزايد لا والله انا بالحاصل تبطحون ها انت من درب علي اسمع او لا يا والله بس اليوم جدا ما شاء الله برا يا ابو بكنسوي بكنسوي يا اخي يا صالح لا لا ما بعذر ما بعذر ما بعذر يا ابو فيصل في مكان يدوي خذ خذ الاجر يدويه؟ ايه الرجال ما هذه يدويه ذي الرجال يعطل الوجع كله الرجال يعطل المسجد هذا كلهم تدري كم درس ساعه وشوي بس اي والله في مكنسه جديده جاي ما جابوا شيء شفت انا الكرتون والله اي والله رحيم ما اخذ اجر اكثر ناس مرتاحين في تاريخ القريه انا وعيال زايد ما توظفنا ولا شيء ولا يا حبيبي انت توظفت اطلق وظيفه هامو يا رجال انت تدري لو تتوظف صرت بدل سامي الجعوني انا اللي انا اللي ما شاء الله تصير مدير عام القناة هذه لما صرت مكان عريفي خلى على ربك بس ما شاء الله صالح شوف طبعا هذه تلميع عشان تضبطنا اذا صرت رئيس القناة رئيس المدربين منو انا اضبطك والله ان طلبت راتب انا صراحة حنيتك قال لي انا طالب منه 10 ريال الربع وعيه ترى كان بامكاني اوفر 80 ريال انه يعطي العيال رواتب عالية ايه ايه ربي انت ازين انك انقرضت وش انقرضت فيه؟ كم اعطيتك؟ ما انقرض يا رجل هذا هو سوى 90 90 كل واحد والله يا رشيد بلدي الحين ما اعطيتها 100 ما لها قيمه ليه؟ اي والله قيمه الكلام والله على الناضج على الناضج على درع على درع منفور قام يزنادي درع مني ما شاء الله قام يقول مني يا ابني فكر شر قوي خلاص ما شاء الله انا اطالب مني قصيده مطلعها انا ما بسيط يقول يا هلا يا هلا امسك ذا هو ساجد والله ما بسيط والله ابك خلى الرجال يقول انا طالب منيف الجمهور قصيدي انا ما بسيط منيف ترى تنح يمكن خمس دقائق ابكي والله تنح ترى كرك يا ولد كرك كرك والله ما بسيط يا حبيبي الذهب يا الامر يا هلا يا بادي يقول انا طالبك بقصيده تقول فيها انا ما بسيط الاسبوعين ذي مرت على طول كانها برق يا اخي وش بتسوون اذا طلعت ابراهيم قضبت القابخ وش بتسوي في كراك انت لا ان شاء الله تسوي كراك لمحمد ان شاء الله مساعد اهم شيء عنده انك تشوف ولدك طالع فيني يوم طلع ابراهيم يا اخي مساعد امس مت ضحك يا رجال والله ما يقرا السؤال اول ما يجي السؤال حذف اجابه حذف اجابه حلو
ثم يقعد يعاين بالخيارات يشوف وش اللي يجوز له كذا ولا كذا. آخر عشر ثواني يقرأ السؤال. هو جاوب على أصعب الأسئلة. في سؤال سهل ما جاوب عليه. علي محمد عليه الصلاة والسلام. واضحة. الرسل متى قد حاربوا وأخذوا غنائم؟ أصلاً. من الثاني مع النبي؟ من هو؟ موسى. موسى. موسى ومحمد وحارب. هو اختار موسى. اسمع. يا راشد اجل يقرا الاجابه يختار الاجابه بعدين يقرا. ايه شوف ايش الاجابه اللي تجوز له ثم اخر شيء يقرا السؤال اخر 10 ثواني تجي صح ما شاء الله عليه. كم الساعه يا ربع؟ يقول ابو يار اذكر الله ان شاء الله يطول عمري. ليه عندك مطبخ يا ابو؟ هذا والله لو يذب قبل العصر لو يذب الصناره بالربع الخالي الخالي جات اسمك ما ادري ما شاء الله انا انت عمر ملحم ومساعد ما شاء الله جميل حطي في عزبتك لو تكرم أكرام أكرام يا أبو محمد جالك تش علي بقى هوا يا ربيع وبغينا وينه الربع السلام والله أني ناوين على الرقاد بعد شو نجال ولا لا بس يا بعد روحي يا الربع يا الربع محمد أثمان بسألك سؤال أنت شلون دخلت شلون؟ شلون دخلت على الحيوان المفترس هذا؟ انت ما دخلت ما دخلت خروف هجيت منه هذا خروف ما دخلت ما دخلت شلون وين رحت طيب؟ بالله عليك ما دخلت جيت وعطيت هذه تعب ايوه وقفت عند ابراهيم قلت ابراهيم اعطني ورقه من اللي شوي خذ ورقته اعطني ورقه قلت يلا جيب نتيجتك قال لا روح خذها انت وادخل ورقه ورقتين خلنا امسكها لو سمحت امسكها ايوه امسكها لو سمحت ابراهيم قال اعطوه اعطوه خلاص مؤدب حقت انا والله لو في وقت يمكن هو انت يقدم الحركه انا ثاني مره امر بالموقف ذا قد مره جالسين باستراحتها بالقصيم واحد من عوال قال جاتكم هديه من متجر مقابل اعلان زين احنا جالسين ويجيب كرتون الا والله هديه كب 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 ما فتحناه قال اصبر باقي لها هديه اكبر ما درينا الا اسد ما دريته اللي يلعبون بلوت واللي طقطقهم جوالاتهم اسد والله شوف الصراحة كيف انقلبت فوق تحت العوال كلهم رقوا فوق السور انا اللي تلحفت تبي استراحات بس والله العظيم تبي استراحات مع مدربه طبعا في ضبعه عضتها من هنا السنه داخله من هنا طالعه من هنا اشوفها حاطها اقسم بالله نحشرني الاسد بالزاويه والله العظيم نحشرني بالزاويه يسوي سروالي كذا وانا محشر بالزاويه طيب كيف انه اسمع بقول شيء تدري 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 من افضل مدربين العالم حقين الحيوانات المفترسه مصري اكلها اسد اكلها اسد خلاص شغل هذا مشهور عندنا بالقصيم هذا مدرب ما بالك شوف الرجال حرام بالله يعني ما مقطع اللي طاح جوا محمد 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 اسمع محمد محمد النحيت عرفت ايه شفت الاسد اللي جاء نقز على محمد النحيت ايه جره راعيه هو اللي جاب لنا الاسد ذا يا تدرون سواله سواله سوى بنته حظه من هنا كسار هذا كسار محمد قطع جرحه يا عيال تدرون تدرون امس يوم يلا فكه تدرون دائما لازم الاسد تدرون امس يوم انهم طلعوه ايش سوى الاسد؟ يعطونه بعد دبر يعطونه لا انا صراحه انا تدرون امس يوم انهم طلعوه من هنا ايش سوى ايش سوت اللبوه ذي؟ لا دخل عليها المدرب وانقز هنا بغت تكسر الكاميرا ذي والله؟ ايه سوى ضيعه امس كسر تفلين هنا مدري حصلته صح اهم شيء عزبته نيف تكفون كسر طبت من هنا وكسر انا شفته هنا يا رجال خايفه 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 من المدرب حقه اقول ما ادري ليش فجاه خف لا طالع والله طالع في الدريشه طالع من يا يلا هي خافت يوم ابراهيم عادي خفنا انا طب عينك ودي دراش ادنى ما انفتح شويه ويهوش عليها صراحه انتم ما ادري عنكم انا يوميا عادي طبيعي البارح مقابل فهد يوميا هذا محمد الحياه تدريج ترى يوم دخلت القفص انا يوميا اقابل ما عندي مشكله افكاره مخروش وخايف ومعي مجنه انا الرجال ذا يوم دخل ما عنده اي مشكله شوف شلون انت وين دخلت؟ انت دخلت عند الفهد صح؟ يا رجال قال الفهد دجاجته صح؟ لا لا مشيته هذه هذا شكلها مريضه ليه مشيته بعد ترى حقيقه والله مش انا مشيته اسمع كم ساعه منيف؟ انت وين جيت انت؟ ها؟ وين جيت؟ عند الفهد لا انا دخلت لو لا ارجع الجدار اي الحمد لله تلقى بسيسه لا بس روح 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 يا ربي عيال ماني شايف وجهه ماني شايف وجهه الابوه راسه انا وجه ايش؟ والله ماني شايف وجه الابوه والله من جد اول مره اشوف حيوان نفس طلع جميل الطويل كذا يا وش راسه كبر كذا الابوه الله والله العظيم يوم قربت من عنده يا ولد وجهه اجمله محمد المسعود ها؟ اجمله محمد المسعود يوم قال تشوفني الحمر
ولونها ابيض. اسمع محمد المسعود الابوه تشوفه بيبي برجر. محمد المسعود ليش يمسح كبر راسه؟ اي يا ولد لو انسجح محمد كان لا بس ترى شوفهم ترى مخدرين ترى على فكره مخدرين هي الاولهم ما اتوقع الا والله والله انا في كسل امس ابو محمد افترض فرض لو ان حتى لو معها 20 مدرب هذا مفترس حيوان مفترس وانتم بكرامه صح زين اكيد انهم بيخدرونه يخدرونه لمتى تموت من التخدير لا مفعول هذا للساعات ساعتين وقت الفقره بس تراهم ما يطلعونها في كل فقرات يطلعون فقرات بسيطه هايدي انا يومني امس لو انا حدث محمد ابو المسعود محمد كان استحس منه قاعد يدغدغ بيديها انا هايدي الوضع طبيعي انا يومني اتحارب انا ولا لابوت ولا سد خبرك اي والله خبرك يا اخوي هايدي حتى تخابر الديناصور اللي طرحنا انا وياك انت خابر وعلي بس ذاك مبطي ثم الاد الجديه تحت انقرضت اول ما نزل مع القديه للديناصور رقبته طويله ومسكها مع رقبتك هذا هو مسك ايش؟ مسك ديناصور انا كنت من انا كنت متمركع الضلع عبد هلو ايوه وهو مسك ديناصور هو مسك ديناصور انا اسالك سؤال اضحك يا ما في احد دخل على الله انا كنت وانا كنت يا ولد يا ولد انا العب معه العب معه وهو يلعب معه ويلف هاللون مع رقبته كذا غارب غارب وانا كنت اطلبهم انا كنت اطلبهم فيه اقول تكفون سامحوا ضربة حصى اطلب مني لكن ما قدمت مني اقول سامحوا تكفوا سامحوا الديناصور سامحوني يا جماعه سامح والله اني ما ودي انها تطلع مني لكن والله ما اكذب منكم تعال 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 والله لكن بس اسالك سؤال امس يوم طلعت الحقتك ولا ما الحقتك؟ لا والله ما الحقتك الله يسامحك يا ابني ما قدرتني والله اعذر السموحه انا قلت المفلح خلى الديناصور خلى فكرك يا اخي انت سبب انقراض الله يا رجال هي زله هي زله فكرك فين الله يصلحك يا مفلح والله راي اثنين مراس الظالم انا اسمي مفلح مفلح بن سعد لا ايش اللي يضبط عليه مفلح ولا مفلم والله مفلم مفلم يلا روح يا مفلم انا كان راشد يناديني خصميف ها خصميف وانت شو اسمك منيف هاي الراشد تدري شو يقول هذا غير اسمه الله يستر عليك الجمهور قلت له منيف بكره الاسبوع الجاي ان شاء الله افوز بدرع منيف يقول درع الجمهور سموه درع منيف ملك ملك حتى اللي بياخذ منك الدرع خذ عليه خصمية يقول معلش على طول باخذيه ها على طول شال هو خلاص يقول سامي يقول ما عاد لك تصويت الحين ام عاد اي والله بس ما ادري انا لي اقدر افوز بال 700 ولا بس بس سؤال من 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 رقم 12 عندنا من المتسابقين ما ادري والله ما ادري اي دونت نو ليش ما اعرف بس مين قد جت وحده يا بسام متوقع مطبخ؟ لا بسام ماشي هادي عميس هادي عميس 11 ها؟ خلنا بنتقى من قهوة أبو محمد أنا 9 مساعد حمال 10 خالد المحمي 8 وش في 8 فيك؟ أنا رقم 19 بالتصويت توقع 20 لا 19 عبد العزيز كيف نعرف؟ في خدمة شفتها كم انك دخلت تذكر بس فرصتك كم كان رقمك؟ ايه كم؟ رقم ايش؟ رقم جوالك رقمك يوم انك دخلنا بزد فرصتك كم النسبه؟ لا مو مفلح هذا مفهم ها اما 26 ها طيب هذا لا هو يقول التصويت هو هذا وعليه التصويت التصويت صوت على الرقم ذا انا حسبت اقول ترتيبي في التصويت اللي جاني الدعم اه لا لا والله يا ربي هذا الادمي اتوقع ما معاه مخ مع ذاكره اثنين جيب يسالني يقول ميدي انا كم حصلت على التصويت مين انت والله ما سالت كيف تقول حصلت على التصويت لانك انت عندك جوال ابغاك تعرف من جوالك اللي مدلع اوه ماي جاد نكبه لا لا صدق مثل اسمع مثل اسمع اسمع مثل لو عنده جوال ينسى روحه بالهنقر يكلم والله استغرب منه والله تفعل يجي اسمع اسمع ولا يجي كذا ابو يارب يسحب الجوال دقيقه ولا يجي دقيقه ابو يارب تدري شو مو قال ابراهيم برا البرنامج ولا تلقاه اسمع تلقى الجوال الطافي لو معه جوال تلقى جوال الطافي داخل على الشيبان عندكم شاحن في من الحكمه والله والله يفعلها والله صدق الجوال والله سويها لا والله يعني لا والله ان الواحد ارتاح من الجوال خلاص يعني الحين طالع والله راحه نفسيه بس اسمحوني اسمحوني اليوم لازم نطلب هو مسوي بينقب الحين اسمع لا والله اليوم لازم نطلب ابو يارا لازم نسوي مبادره ايش نطلب يار ابو يارا و... ايش وناصر عين نبي نطلع يا اخي
يا ولد احنا طفشنا نبي استراحه يطلعون عمون فيها نبي الضلع ذا يرقون الضلع لا يا رجال الضلع الا خلنا نروح نقطع فرجه والله يا ولد نبي نطلعش نقطع فرجه نروح بعيد ياخذوننا باص ودونا عمره لا والله دي اوفر والله ليه يا اخي ايش كنا ودنا طيارتي الخاصه لا 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 انا وانا طيارتي الخاصه جاهزه وفندق قدام انا شفت نايت ضرس نايت مكه في صح ولا لا ابو محمد نفداك انا اشوف ان انهم يودون عمره بعد ما نخلص يلفوا بنا على جدة نتمشى اول قنفذة اصبر اصبر كسر كلنا ثم نروح للقنفذة ثم خلاص صار طال عمرك ما عاد برنامج ذا صار يصورون وين صار صار مكتب سياحة وسفر ناخذ شاليه في مسبح اوه ما ظنت الاسبوع ذا لو حاولنا ما راح نطلع ليش؟ هذا ولا بيروحون جدة؟ ايه بيروح وجه النحس ذا جدة متى؟ انا وجه النحس يا شبك البعران والله لو ذا وجه والله لو وجه شبك بعران إيه؟ كل العالم عنده بعري ما شاء الله تبارك الله والله قوية صدق والله رزق كبير والله انك كفو صدق ان وجهك طاير رزق ما حولها وحول بعير صادق انا بداك والله وبعدين النظافه من الايمان والنسخ من الشيطان ليش ترمي انت ما درست وجهك بغيت تجيب العيد ها والله انت المفلم الحين مو مفلم شفت انك مظلوم صح انك انت فاغر لكن والله ان فيك رزانه ما هي في احد والله مو منك من ذا اللي لابس ستاره قول ستاره ما يبقى ستاره احترام الله طيب بدينا ترى تدري كنت يوم قديم كنت البسها يوم كنت قديم قديم لا اقول قديم كنت البسها ليه كم مديلك يا اخوي عادي جديد الواحد جدت لازم انه يعني لا جد والله بها راح جاك يلا هذه ايش عندك مطبخ شوف انت ما تعيش هنا لا لازم لوحدك ها كنت. انت عندك بهارات زد بهاراتك عند بهارات داخل مطاحن ها لا ترى عندك بهارات والله بهارات عندك بهارات طيب داخل يقضي عندك بهارات عندك شغال كذا كابرس راح تقول كان صياد سمك شو اسمه ذاك كيش كنكيش راح لا 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 مسلسل كرتوني كان صيد سمك زي كذا كان لابس شو اسمه رامي صياد الماهر قلب ابو سليمان انا قلت محمد عثمان لو تشل ذي بخنقك كذا فكري منها ايش بفلح خذها من اخوك انت تشوفني اني صياد سمك لا اي لا لا يعني يفكر في ذبه لا والله ما افكر في ذبه لكن هذا الذبه انت ماثوم ما يفهم ما يفهم اي والله بعدين بالله في احد ربع ساعه يقول كذا ليه تسوي كذا ليه ها وش ليه بالخلقه الله الحين انت لا تشين وجهك يا لجودي لا ما شين وجهي انت تسوي كذا لا كذا فجاه يقعد ياكل لحاله زي الناقه يطلع من داخل يقول الوجه الشين والحديد في الجراش ايه والله امس يقول لنا جابولي ايش اسمه اسد منقط ما يعرف احد لا والله ما قلته ايش قلت لا قول بالحرف الواحد في ذمتك جاي انا قول في ذمتك قول بالحرف الواحد اسد لا يقول هذه ايش اسمها شيره شيتا ايوه شيره ها شفت اني صادق شيره ها جاي يطبخ وسوي حلا هذه سوي فيها حلا هو يقول اسمها شيتا وشيتا شيتا مو شيره اسمها شيتا كذا هذا فهد ما في شيتا هذا نوع من انواع القطط والله الفهد وجهك هذا اي والله يقول قطط اي والله كيف قطط هذا نوع من انواع القطط هذا فهد جعله ما ياكلك منين ما تنصحي انصحي الفهد من فئه القطط هذا اللي يمشي من فئه القطط والله رنك على وجهك ذا فهد هذاك الحاله في منه ملكي في منه الاصلع في اي بي لا هو كذا يجي اصلع اللي يجي في الجنوب عندنا كثره لا في عوارض إيه والله وش في بعد ويجيك واحد فهد متنح زي ذا كمغ منك من ذا وفي مسطول في فهد مسطول زيك في فهد مثلك وفي فهد مركب شد زيك يا امس يقولون للفهد جيب الورقه اخرج تدري ليش يزبد؟ طيب لا هو يقول انا احب ازبد عشان تركب عليه مقاطع تصميم لا ممكن لا والله
والله مني في راسك هذا كنا ركبة انت تقول ذب علي بس ذي ايه بس ذي يقول لك ايش وائل يفلم مطبخ ولا لا لا يقول لك وائل يفلم عشان ايش عشان ايش راح نم راح نم خلاص عقب هذا راح خلاص هنا عشان ينزل لي مقاطع والله احسن والله انا لقيت اسد ضيع الاسم ايه ما يدري هي لابو طب مع الدريشة طب مع الدريشة طاح هنا انكف لابو انكفت هنا كذا سوت انا ورحت كيف طاح هنا طيب يا اخي هو جرى من هنا شوف انا طالع اجري من هناك ولابو طالع من هنا طاحت سوت كذا انا شوية احس نفسي واقف فوق عندك فجاه وقامت فرت الرجال وسحب وانت وين كنت فوق خلاص وصلت انا فوق هذه طلعت فوق هذه ايوه وسحبت الرجال وطلعيه مع الباب وراحت لها الاخير طيب وكانت تلف بقوه قبل ما يجي تدري ايش يقول لي البارح ايه؟ يقول انا ابي اسوي حدث وكذا انا ما خفت بس كذا ابي يعني اني خايف لا والله انا ما انا ما قلت والخواجه تكون برا هناك والله ما لا لا ما شوف تصنع ذا ما نبي خليك على بقيتك عادي ايش يا اخي ايش يا اخي يا اخي لازم تصنع عزز لي وانا اصنع تكفى يا اخي على قال انا اصنع واحد يجيك لك يقول لك لا زين لا تطق عليك قدام زوجتي يا اخوي يوم دخلت عندي يوم كذا طالع قال ميدي تعلم استلم الورقه فين استلم الظرف فين يقول استلم الظرف في السجن جيت انا استلم الظرف ويقرب هو بالفهد واخذ الظرف يوم قدني طالع المشكله يوم قدني طالع ويحط الفهد عند الباب انا عب واجي واطلع وادفف هذا واطلع انا عبد العزيز دليل ما ندري ايش صار مسكته كذا شله قال ابراهيم يا توا مسرعوا استعجلوا نعطي سبرنت لين عند الباب شو اللي حط لنا اول ما تدخل يجيك عينك حط لنا ملصق لنا في الجدار وحط الظرف هنا في رقبته جيت انا بغيت ادخل قال عبد العزيز ادخل انت دخلت انا دخلت عبد العزيز برا حاولنا فيه وروح انا ولهيه مع الدا طلعت ولهيه مع الدا عشان يطلع فيني عبد العزيز يسحب الضرب عيا قعدنا يروح يمين سردح مردح لين طح بس انت كنت تقولوا له ابي جبع مثل وايد ها اقول له الريان مثل وايد والله وايد كان بيفقع ام الشاشه يطلع منها طالع منها يا رجال لبوا ترى والله انا بغيت تكسر الشاشه وبغيت تكسر الكاميرا بغيت تكسر ها ما احنا البارح في الهنجر ما ندري وش هو عليه الرجال مش مقابل هل هو انا طالع على بالي مقابل معه ثعبان مع انا توقعت ثعبان والله نتوقع ثعبان لاني سمعت صوت لا ثعبان انا امسك ها ثعبان انا امسك عادي كبير ذا الاصل هذا خبره فيه تمسك انت ما مسكت قطوه عشان تمسك ثعبان تعال اشهر مقطع في السعوديه وصل في اسبوع 2 مليون مقطع حق ثعبان قال ايه لا تتكلم قدام مرتي تكسر حواجبي ايش عليك من ايش دخلني مرتك يا تعبان كم ساعة خايف من زوجته واحدة وخمس يلا تكفى والله يومين تكفى لا تتلت كذا والله لا تتطقطق علي ليه تكلم كل مرة تتزال علي ايش دخلني اخوي ايش دخلني انا من اقوله وش اقول شو اقول لا وش اقول وايد جالس تصنع تحت الهواء لا 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 تقول علي كلام انا والله ما قلت وانت يا تعبان وانت تقول اني اقول مقاطع لي اي انت اللي تقوله لا صدق البارح تدري ايش يقول لي يقول يا اخي انا كذا ابغى ازبد ليش عشان يجي تركب عليه مقاطع يا اخي طب تحلف بالله لا معليش انا والله انا الحين بطلب الحق والله بطلب الحق قسم بالله يا ابو سعد لا تطلب الحق قسم بالله يا اخي كذا يا لا اقسم بالله لا تطلب الحق احلف اني قلتها احلف يا اخي لا احلف يا ابو سعد هذه حق احلف بالله قالها هذا حق والله احلف حق انساني والله اطلب الحق قدامني والله مني اطلب الحق لا حق لا تطلب حق وانت مالك حق يا اخوي لا والله اطلب الحق يا اخوي استح يا اخوي يا مبلغ حرام حرمت دم طالب حق يكفي مثاليه والله انا طالب طالع حق والله يا مبلغ اي والله مبلغ خور هذا روح معدلش منك بس
لما قرب منك خص طلع بمركب. لا بغسل مركبة. المايك 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 ما عاد 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 اطلب الحق انا. جاك يا خذ الثانية خذ الثانية خذ لك ثانية جاك من هنا. اصبر 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 جاء 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 فاهي فاهي بيجي مع الباب ينزل دريشة داي ينزل الشباك. السلام عليكم. ها وينه؟ تعال 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 ابيك تعال تعال والله انا بيجي عود علي انا. والله انك تجي ولا والله العظيم اني اضاعف عليك العقاب. اقلها تعال تعال والله انك تجي والله. خصم خصم لا 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 ما عندك تنساكني. والله مالك داعي والله. ها والله مالك سنة. ليه بس خذ القداحة بالله. ها القداحة مطبخ المطعم. أمي سعادة وسرور لا وصفك مخصى. اصبر اصبر ماني دخل اصبر ماني دخل. تعال لقيت لا والله انك تجي والله انك تجي والله انك تجي تعال والله نطلع والله انت Yeah.
الوفات كل دام يرفع الإبداع فينا كل دام يرفع الإبداع فينا زيد 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 تدرى صيدك زيد 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 تدرى صيدك يلا 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 تدرى صيدك يلا 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 تدرى صيدك كل خطوة للمعالي في ثبات والطموح يساند اللي له بنين تدرى صيدك دين واخلاق وصلاة من يبيع الدين حنا لشرينا من يبيع الدين حنا لشرينا من يبيع من يبيع الدين حنا لشرينا من يبيع من يبيع الدين حنا لشرينا تدرى صيدك زد رصيدك 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 جاي عيد الذكريات مرحبا واليوم زاد الشوق فينا تاج عز ومجد وفخر ومنيات ابتدينا ما انتهينا ما انتهينا ابتدينا ما انتهينا ما انتهينا زيد 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 زد رصيدك زيد 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 زد رصيدك يلا 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 زد رصيدك يلا 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 زد رصيدك واقعنا حياة والرصيد انزاد هذا كسب دينا اللي فايل قوجيه المسفرات يا هلا وهلا الهلا باللي يجينا يا هلا وهلا الهلا باللي يجينا يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا زد رصيدك 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 يلا 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 زد رصيدك يلا 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 زد رصيدك يلا هن بالإبداع في زد بهاراتك وقت التحدي حان اظهر مهاراتك يلا 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 زد مهاراتك من ذاق طبختك اعتمدها لو ياكل يدينه بعدها من ذاق طبختك اعتمدها لو ياكل يدينه بعدها زد مهاراتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يسعد أوقاتكم بكل خير مرحبا ترحيب المطر والله يحييكم في أسبوع جديد ويوم جديد من برنامجكم زد بهاراتك اللي يكون معكم من الأحد إلى يوم الخميس من الساعة الواحدة حتى الساعة الرابعة ممكن أقل وممكن أكثر على حسب أبو علي إذا في الأخير قاعد يقيم والله إن كان يقيم 14 مطبخ ما هو مطبخ واحد مالكم في الطويلة بقلوب المحبة والوفاء نودع حبيبنا الغالي بسام المساعد الرجال أبدع وأمتع في برنامج زد رصيدك وزد فرصتك أنا كنت من المعجبين في شخصية والله بسام إنسان اللي في قلبه على لسانه وإنسان ما يعرف للحقد مجال إنسان قلبه أبيض يسولف مع الصغير والكبير يضحك يستانس ما يحاول يعني يكدر على أحد أو يزعل أحد فالله يوفقك إن شاء الله في مجالك الإعلامي حبيبنا بسام وإن شاء الله التوفيق للشباب المتواجدين معنا اليوم في المطبخ حبيبي سالم وراشد الفريق الأول والفريق الثاني عبد المجيد وحبيبنا منيف بدلا عن فارس البشيري اللي عنده شوية وعكة صحية الرجال منيف ما قصر جعني فداه قال حل بدل فارس فالله يبيض وجهه ولا يهينه والله يحييكم يا شباب مرحبا مليون اللعبة شدت والبرايمات والنمور
والفهد ما يخوفنا الحياة شيء. الحياة ما يخوفنا شيء الميدان يا احمد. هذه المشكله البارح شفت والله يا عبد المجيد يا خالد يا عبد المجيد لما ياخذ التكه فهر شفته يا ما قام عليك شفت انا بالدفنة اي شفته قلنا ترى يا شباب ترى عيدي ترى وانعم ثاني مره تعرض الموقف ذا قد مره واحد من العيال قال جاتكم هديه مقابل اعلان مستراحتنا احنا جالسين يدخل كرتون الاول لا هدايا مكتوب عليه متجر كاتب من عنده قال اصبر باقي الهديه الكبيره ما ادري اللي دخل علينا ست ولد والله العظيم الصراحه قالت انا قلت انام بين فهود انت الحين بين فهود انا انام بين فهود انت الحين بين فهود ايش ايش ابو وشرحت عاد يا ابو علي احمد ها هد والله هد تقول صادق الفهود هد لا خلي معلمهم بلا ايش اسمه وش هو؟ خل اجيب لك الصرصور اللي لقيناه الصرصور اللي لقيناه برا اي صرصور؟ قاعد تناقض خلينا ساكتين صرصور محمد فهد ما فهد حط رجلي من النار الله يحييكم يا شباب طبعا قرعتنا اليوم وطبختنا مقدمها ابو علي ابو علي ايش طبختنا اليوم؟ والله طبختنا اليوم ما عاد فيها ما عاد فيها مجال كل شيء سهل اليوم جيبونا فيه المندي ما عندنا مشكله هو هذا هو الحاصل كفو هذا هو الحاصل لا اله الا الله فيه المندي بسم الله العظيم كفو والله هذه القرعه او لا 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 انا متفائل بنفسي والله راح تكبرك يا اصبر اصبر لا 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 تكسرون حق القرعه لا لا روح روح تونا بالخضار روح طلقتكم يا جدتي وش معلمين وش سمي ابو حامد شيد ابو حامد تونه ابو حامد خضار شاورما دجاج صينيه تونه شاورما دجاج شاورما دجاج صينيه تونه بالخضار وعند الشباب صينيف وعبد المجيد صينيه شاورما دجاج على كذا هاي يا شباب صينية تونة بالخضار انت اعطيتني فيس المتكي على البحر والله وش يدرينا ايش السالفه اقول للشباب متكينا طير الصينية تونة بالخضار ايش هي تي والله ما عرفتيه والله والله شوف ترى ايش معنى كلمه صينيه ولد انت تقول لكم فيه مندي انا إيه انا جبت تونة صينية ما ابي تونة ابي المندي صينية هاللون يا طيب الشرمه والحاجه مع نطق يلا بسم الله نبدا هلا تبغون مقادير او اتصال او تطنخ ممكن تطلع برا المنافسه السؤال بسيط لو اتصلنا يخصم من جائزه فلوس لاخر شيء ال 400 ال 400 150 لكن التقييم ما هي داخله التقييم ما هي داخله ما هي داخله طيب وش الوضع هي هي نفس الحكايه خصم 150 عليكم انتوا الاثنين مو على كل واحد يعني منكم لا على الاثنين 75 75 خالد 75 75 يعني ناخذ يطول العمر 115 اذا ايش يا حبيبي 115 115 اذا خسرته لا ما تروح ما تروح ما تروح لا لا ما تروح لا يخسر لا 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 مبارك لحبيبنا منيف الدرع الثاني عاد بعد شيء اطلب وما شاء الله تبارك الله كل شيء ركبت البرد ولا باقي برد قال ركبت ولا باقي خلاص اوكي ناخذ اللي راشد سماه درع الجمهور يعني خلاص ما تدخل في البرايمات ولا عاد ما شاء الله تستاهل تستاهل بامكانه يا رجل ما ادري والله خالد خالد يا اخي بغيت نلعب شوي خليني افكر انا سمعت درعيف انا والله ما ادري عن اللعبه لكن احنا نذكر حبيب اخوه كان ثلاثة دروع من غير 700 وال 400 اوكي اذا احد وصل مرحله الدرع بعدين انتم السنه هذه ما شاء الله تبارك الله صرت تاخذ درع مع 150 1500 الحمد لله صح ايش شراكم في 150 حقت الشيبان 1500 عرفت ف السنه هذه حلو السنه احنا اللي راحت كان الواحد اذا اخذ درع ما ياخذ معه ولا شيء طيب وبعدين فالله يسر اموركم وبعدين الحين مقادير ولا اتصال؟ اخلص لا 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 ولا خلاص مقادير لا لا تطلب هذه ولا مره وانا عم مليون ما ايه ما نطلبها نكتب اللي نبي اكتب 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 اللي يلا عطنا ورقه اكتب اعطيك اكتب ها ابو لنا قلم ورقه موجوده هنا اكتب شو تسوون؟ قلم اشرف قلم انا ادور ما يمديها يا درع مرتين عصب هي توكل 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 ولا دور هالك دور خلاص دور خلاص اي والله طيب عشان. طيب طيب اسمعني انا جايب دخله كذا فجاي ولا ادري الاتصال ابي رقم الحين ابدا
ابدك ابدك عندك ويقولون لي كيف المقادير ابدك يلا وش رايك اتصال شو اتصال انت عندك رقم قد اعطيته الشباب من اول بلغت احد انه يدقون عليه عشان في المطبخ لا اها لا ناس تبلغ عندك رقم عندي رقم ابو تركي يصير مهم بالبيت اخوي وين طيب شوف انه لو انه ما هو بالبيت يتقن هذا ولا طيب مكالمة خاصة ولا يطلع الصوت يطلع الصوت حبيبي طيب اسمحوا لي روح يطلع الصوت ان شاء الله نلقى الرقم يطلع الصوت حبيبي يطلع الصوت كامل روح روح حتى جمهور يسمعونه الدولاب عند فهد ولا هنا كاتب الرقم دولابي دولابي هنا انا كاتب اتوقع انه مسجل رقم روح يلا شباب هنا عندهم اتصال يا شباب الطبخ سرعة يلا يلا ما عليك طيب انا اتصال بس مكالمة خاصة ما يطلع اذا برا لا ملاهي هذه شلون ملاهي ملاهي الشغلة تخصمون علينا شلون ملاهي لازم يطلع لازم يطلع عشان المشاهدين يسمعون وتسمعون انتم والله ما اعرف لا 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 اتصل على ابو علي اطلع برا بلا ما ادق عليك والله شوف يا اخي اللعبة ذكاء عرفت يعني الحين يا حبيبي راشد انت وسالم الحين اخوياكم ما في والله طبخ كبسات ادام اشح ما تعرف احد شيف ما تعرف شيء اصلا شو اسمه اسم الطبخ دي ما اعرف صينيه تونه بالخضار ابو علي في شيء اليوم مسالمتكم انت قلت شيء قبل شيء ولا حاجه ايوه ايوه يا ابو ابو علي يا عبينك امسخ الاتصال جاي قال يا عبينك على 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 فكره يعني ترى عبد المجيد البارح قروش اهل القصيم قروش اهل المذنب لا حبيبي وش هو اهل القصيم عامه وشو اهل المذنب خلاص ما انا اذن ايش معنى اذن عندنا الشباب يقولون اذن يعني خلاص وصل مرحله انه صيح لين خلاص فانت امس ارعبت ام المذنب قلبت حمراء على كل ثوم عرفت قلبوا واحد من الشباب يقول والله لو كاني قاعد اشوف مباراه المنتخب على الكاس النهائي يقول مره سبب لنا ربشه غير بعد هذا دليل على انهم يحبونك يا رايت صورته والله انا احبهم خالد ثاني شيء منهم رايت صورته والله يستاهل صورته كيف بسوي يمين يمين يسار تقول مره طب حبل يا حبين وخلاص ولا تحاتين لا تحاتيك لا تحاتين طيب خلاص لا تخاطي عود خاطي خشمك ليش سلم طيب اعزائي المشاهدين تفاعلكم انتم كذلك على هاشتاج زد رصيدك 36 اكتب تغريدتك وارفقها بهاشتاج زد رصيدك 36 يقول ابو علي اليوم علي العال شكله جاء خبر مفرح جدا اربع اتصال شيء جاء خبر مفرح ما شاء الله العظيم سميت رد مفرح لا 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 شوف ابو علي طلع انت وصل مرحله كيف حالك لا والله بس الله يحيي ذي الوجه ابعدت ضرس ان كان معي اعماني يقول راشد وسالم الله دجه نعم هم قاعد ينصحونكم هنا لكن ما بقدر اقول انا شيء هم نصيحه نصيحه ايوه ايوه ماذا معك من علمي خمس شيء حركات ما احبهاتي والله ما لقيت يعني كيف تو قديم ولا بطلت طيب دار اسمع خاطر ما لقي الرقم مني في زين اسمع انا بعلمك ليش يا ابو اسمع انا توي دريت اني ابغى ادور عن فارس لا تدق ريبس اصبر والله مالك انا بدور عن فارس لا ابدا يا ابو علي اسمع يفوز ولد والله العظيم اني حريص ما معك والله لو انه فارس انا واقف والله يمني ايش رايك تروح وتنسى الايباد دقيقه بس طيب عشان اشوف النصايح اليوم مستاهل نصيحه وش تقول لا ما بعلمكم سلامات شو نكتبهم بس سلامات يقول ابو علي اليوم مره رايق قول له لا يتحمس واجد حد يعني اسحب لا لا يعني اقلب وجهي لا 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 يعني انفس لا 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 اعطيها بس ارجع بزاويتك ارجع بزاويتك لا فاهم طيب اذا صار ما هو في البيت اخوه عادي ما ينخصم منه شيء يمكن ما يطلع في البيت لا معليش ينخصم على طول نبغى شيء مضمون ايوه مضمون والله لا ولد في البيت ولا ما هو يعني برا اذا ما رد عليه
ابدا ترى جريمه يا عرب مفروض جاهزين خلنا على الطلب لا يتهون عشان كنا حبلنا القلب هو ما عاد خالد حبيبي ترى مفروض يا شباب مفروض كل واحد عنده في الاداره رقم خاص بالمطبخ يوم طبخته ويكون متهيئ ورجع عنده خبر يحتاج ويدق عليه اي والله هذا الكلام انا زي ما قلت طيب ايش رايكم؟ ابغى امر وسجل انا اعطيكم شيء انا اغير لك الطبخه طيب من اي فانت؟ لا 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 بس اخصم عليك 200 ريال اغير لك الطبخه طبخه سهله وخاف ان ما نفلح ثم نصير ضحوك هات زد رصيد خل 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 نكتب نكتب يا رجال طيب ايش رايكم؟ خلنا نختم ايه شباب واحدة ونص ايش بقول تخاف راح المطبخ ترى طيب تقدرون تطلعون زي ذيك مرة المقادير ونسجل ايوه واذا من دونها ما نخصم 50 من دونها ما تخصم 50 ها شباب نبي القلم الحين بنشوف ان ما تقناها ما بتقناها لا انا بس بحسب لو رفيجي يلا اوكي عطني قلم عطى ما ابغى قلم قلم ولا ما في؟ روح جيب شوف في شنطتي ب فكروا شوي الواحد يفكر شوي يلا حيهم الله يلقيك العبوا يا رجال قوت حياة وش العلم؟ والله مثل ما تشوف طلع وانا عم مليون الشباب ما محافظين لا رقم اخويا ولا حافظين رقم الوالده ولا يعني والله الملفوف تدري صراحة ما تقعد عندي انا ودي كذي في المطبخ يصير شيء جديد والله الاقلام الحاجات تاخذها ابو علي الله ياخذ العدو مش مكتوب سلطة فلان اه ابو علي هاو صينية ايش سويت في الشباب اليوم لخبطتهم منهم اللي دخل الفرن ما ابغى قلم خلاص راح اجيب راح اجيب قلم ابو علي جري 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 ما عينت قلم طيب ولا شوده السودانية شيف جاي متحمس اليوم لا 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 طيب الله يخلف على الشباب بالطبخة طيب انا بسوي أمه لا تقدر الصينية يا الغاز ولا عفرون يا صينية ما قلنا لك قدر صينية سعادة تقول منيف وسالم يكثروا من جلساتهم صلفيق ومرخان اللهم شربت تكبر توفيق يا راشد جاني معك سلم جاني في ذاك ذي قهوة كنت هذا التمر ابو حمد سلم جاني يقول قل راشد يحافظ على رصيده جمهوره من ابها عليك ونعم والله تحكم على الشباب المتواجدين منيف وراشد اول من ياخذ اتصال بالمطبخ لا كنزلت اكلتها البسه ما فيها لا تي ولا تي يلا شباب تكتبون ابو علي جاء خبر مفرح معزوم على مفطح شكله يحب بطنها ممنوع والله ممنوع ما اكلها والله ممنوع ابغى قاعد اركز اشوف حبة الخال من انت منهم اليوم فارس اللي يسال عن فارس اليوم فارس تعبان شويه لاحقه برد ورجال بخير وعافيه اليوم ان شاء الله في الليل هو في البث نبي راشد لا تكفى عاد احد يقول راشد ماشي قول اكتب غير عاد احد يقول راشد ان شاء الله تعوذ من الشيطان انت تقول اعوذ بالله من الشيطان عشان ما انا لا احد يقول ينشد لا احد يرسل يقول ينشد طيب يقول يلا هالصلاح يا ابو علي امين الله يسمع منك صح انا وانت سوا ابو علي انت افطرت فول ها افطرت ايش انت افطرت فول طيب انت بلا تكسرتي ما معنى الله حقت القرعه طيب بس الراشد ليش يقول الطويرش يا ولد خالتي شلون؟ محبة كيف؟ قول لراشد وقف انا قلت قل الراشد صح؟ هم قالوا قل لابو علي لا الراشد لا قالوا الراشد قلبك اسلم طيب ابو علي الرجل قاعد يكتب شوي انا قلت قل لراشد قول لي تقول لراشد لا اني يقولون قل لراشد انت تقول لي انا اقول راشد لا حتقولوا ليش تجاوب ابو علي؟ انت سالت انت تقول قل لراشد ولا نسيت ايه نسيت اهم شيء هاي راشد كيف وصل ايش اسمه؟ اقول لولد خالتي شوف يا طويل العمر هذه كاركتر نتكلم كلام قصوينجي بحكم اني احب القصيم ساكن فيها وهو برضه بالقصيم بس هذا الموضوع عشان كذا تقول لولد خالتي ولد خالتي كيف حلو قول راشد لا يقول قول راشد لا يكثر من اناشيده المزعجه وشو؟ لا هذه من كيسك اتوقع الجمهور يحب صوتي
متأكد تبي مرة أنا خليت أنا لك بس تعال يا راشد أنت إيه إحنا جيب لك دقيقة أنت بالصملة ولا بالخبرة وشو كلهم شلون يعني شفته فيه من عم ها تعال شوف إيش مكتوبين الله شفت يا أخي ما أنا ما قرأت شيء غلط شيء ممتع إن في ناس متذوقين والله إنك ممتع واحدة بالله دقيقة خان واحدة بالله برا سالم قد هو على الطيب ضاري سام وش تكملتها أه؟ وش تكملها ضاري ضاري يعني أبغى أشوف أنت بتكملها ولا لا طيب لا أغيرها بعد أغيرها اسمها وابني شملاني للمزيون نظرة حط نفسي رهينه من بله الهوى ربي يعينه صاباه الهم ولا مات مغبول هذه نوتة من مقام العرب ايش بكتب لا 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 اله الله كيف كيف تعال ايش نوتة من ايش نوتة من مقام العرب شوف اذا تزبط النوتة ذي لازم تقول كذا ايش الفرق بين نوتة ومقام وعرب ما هذا شيء فوق مستواك يا ابو ما هذه ما تجي ورا بعض نهائيا ولا فيه مقام اسمه عرب ولا فيه هل ترضخ انت الا الا انا مطلع مقام العرب ذا من راسك ايوه قاعد ادرب خالد بحيل يعني العرب سويت لها هبتها مقام مني ايوه الله يرحمه تشغل تصبح اكتب اكتب يلا 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 ايوه خلي عندك باقي القرعه اليوم للحياه وش طبخت جاكي ومنيف مرقوق عندهم صينيه شاورما دجاج انا والله اشوف يا عرب انها من التاخير انها 3:30 1:30 و5 يعني 1:35 دقيقه يا منيف هل هو من الصحيح ان ما بدل بالضبط دقيقه واحده سوي الطبخ دقيقه واحده الشباب بغيت اقول الطلاب دقيقة واحدة سلم الطلاب دقيقة واحدة غيرت أقول الشباب يا شباب شيء معليش أبو حبيبي خذ راحتك لا بنركب ما في وقت شباب يلا ما في وقت تبدون تركبون الطبخة اي خلاص ما في وقت نبدا بسم الله يلا هات بسم الله فأقول من الصعب انك تشوف ان الشباب ما قد اعطوا الإدارة ارقام عشان المطبخ اليوم بإذن الله ضروري يا باسم تأخذ كل متسابق رقم خاص في المطبخ عشان على طول نبدأ قرعة بعدين اتصال أو 50 اتصال الرقم موجود عندكم وتبدون تتصلون أو تكلمون اللي راح يكون معنا في المطبخ اليوم فرحة ما تمت عندي أنا يعني كنا بغير في جو المطبخ كان بيصير حاجة لكن ما تمت والله يتممها إن شاء الله الأيام الجاية ونشوف من هو اللي بيكون له الأسبقية والأولوية في الاتصال اللي أحس بعد الاتصال الشباب كلهم بيتصلون في المطبخ ليش؟ لأنه بيحس بالدراهم ما وده يخسر الريال حلو أنه يدخل في رصيدك فلفل رومي 100 و كوسة كوسة رومي كابتنية سجون زيت 125 أحسن منك تطلع بلاش صح ولا لا؟ طيب يقول من اللي مع الطويرش معه منيف الله يطول في عمره لكن الله يطول في عمره ما قصر منيف لكن الدراهم بتروح الفارس والله يبيض وجهك والله منيف قول للشباب يخبرون ايوه معك يقول ابو علي يقولون ايش بك هجت طيب قول منيف يتكلم لنا عن الشمال ويجيب لنا طاري الشمال محبينها من حايل الله يحييها والله ونعدها ابشر بس يا ابو حامد لو تعذرنا بس شوي بس خذ راحتك يا حبيبي خذ راحتك انا قاعد اقرا له من هاشتاج عشان لا حد يقول ما تقرا من هاشتاج مين كلام ما في يقرا سالم الخنفري وش يقرب لك بدر القحطاني القحطاني خالد خالك امك نعم ونعم فيك وفيه مالك زود نعم الرجل والله ابو عليكم زود محمود الله ربنا ربه ايش اللي بينكم؟ بيننا ملح وعيش وبيننا حياة زينة الله يديمها إن شاء الله اللي في المطبخ اليوم طيب يقول بالتوفيق لكم الشباب اللي في المطبخ اليوم الله يوفق لا ما هي من كيسي كويس آمين وياهم طيب من ايه يعطينا من قصائد لكن تضرب شوي لين تجي شو اسمه بهارات عندك يعني مرخان وصل فيك
قد قدرتوا تزينون استاذ الملك فهد ما تقدرون على طبخه؟ يوم بنينا استاذ الملك فهد يقول بنيتوا الاستاذ الملك فهد ما تقدرون على طبخه؟ طبخه هذا عليك ترى مشكله عندنا ترى في المجتمع والله هذه مشكله عندنا في المجتمع ما ادري متى يبعدون هذه الفكره من روسهم يعني قالوا يا خشبك يا اخي ما تعرف البرنامج الفلاني دكتور ولا تعرف طيب اذا انا يا اخي دكتور تعيش معنا دكتور يعني مال امه داخل في الايباد ابو علي ما له دخل مش يعرف كره القدم اي صح اه يا يعني تخيل ابو علي تفلته في ملعب اللهم انه يبيع فريقه اللهم من حفر بيسويها ابو علي يا حبيب دقيقه خلاص دقيقه لا ما في شيء اسمه الحال في المطبخ لو يؤيدوني هبون ثلاثه في المطبخ ما هو اثنين الزيت هناك الزيت هناك ها يا شباب بس ادخلي الفرن نص ساعه خلص نطبخهم فطيح ان شاء الله كل شيء تمام طلبتوا مقادير 5 ريال حاجه لا 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 بدون ان شاء الله بدون مقادير باذن الله ان شاء الله والله الواحد اللي يفكر فيها بعض الاكلات يعني من شكلها تقدر تطلب مقاديرها يعني تخيل شكل الشرمه وشكل صينيه التونه كيف شكلها تاخذ معها فكر تطلع حتى وانت تذوق الطبخه تعرف ايش فيها مكوناتها وايش ولا انا غلطان يا شباب لا صحيح حبيبي انت انا متوقع انك ما دريت ايش قلت لكن خلي يروح بس خلي يولي استعد الوجه على فكره ضحكتك تجيب العافيه الله يعافيك والله شوفتك اللي تجيب العافيه الله يخليك يا سيد الناس يقول هد اللي قاعد تعطي المقادير هد لو ينسى الايباد بس كم الساعه الحين عشان يحبونك والله يحبونك ويعطونك والله احنا نموت فيهم والله يعطونك المقادير والله الذي لا ما يمديها نهائيا يلا ما عليه عوافي ابو علي اليوم جوه عليل ابو علي ايش بك ابو علي خذ راحتك حبيبي روح دوس تعال يا سالم شيل يا سالم يقول يقولون عطنا سالفة البر اللي فيها الاثيوبيين سالفة ايش؟ يقولون قل سالم يعطينا سالفة البر اللي فيها الاثيوبيين قالها مرتين ولا عرفنا النهاية بسبب تقاطع الاصوات وتغيير البث الحين فينا فضول زايد اقولها الحين؟ اي نعم قولها هذه طبعا مارك مكاشتين انا واخوياي في حوض سعد هذه صوب الديره لا على طريق الشرقيه سلمت شفت؟ صار الحين من هنا الفجر جينا هناك على الساعه 8-9 طلعنا ابن الخيمه ذبحنا التيس طال عمرك صلخناه وشربنا طلبنا تعب انا كنت تعب ما دخلنا بدوي خلاص هذا غراض لكن من الشر اللي رحنا ايش طلبت؟ ما توت حزه البصل انا بارد جوبان بالعظم على طول وهو ذاك اليوم سلمت حلقي اختفى من الهواء وانا اشتغل ايوه اختفى الحلق يوم ده حزة العصر ارسلنا الشباب قلنا روحوا جيبوا مسحاه تونه عشان ايش؟ مسحاه ايه ايش يا ولد؟ تونه مسحاه عشان ندفي الحواف الشراب جزر اجنبي ملك تحت زيت تحت راحوا الشباب الصراحه صندقه سنين قدامك كلنا اثيوبيين تمام حبيبي؟ جاهم قالوا احنا اهل الخيمه اللي جنبكم اسمع اعطونا المسحاف ورد عليه خلت يبيها طيب خلصنا منها وردوها الشباب جاء عقب صلاة العشاء طال عمرك تعشى انا قلت الساعة 11 ما انتم صوب نسيت منها باقي ما بعد تعشى امشي انا كل شيء يا رجال سلمت ياخذ انا شقة واحد من الشباب انا بروح ادور اشوف المنطقة قبل ما نرقد قبل ما لبيت طلباتكم هنا قبل ما نتعشى قلنا روح فر شكرا لك كان رجال والله اني شفت كذا وكذا مستحيل اصدق ذاك مقالبه واجد يا رجال علي خير شاف الصوب الاثيوبيين لا يقول لقيت اثنين بيننا وبينهم جبل يقول لقيت اثنين عندنا قريبين منا وزبل الجبل اوهو قلت يا ولد انت صادق قام يحالف يحالف صدقته ذاك اليوم مستحيل اصدق الله يجزاه خير مقالبه واجد خصوصا لو طلعنا كشتات مقالبه هذه ترى مشكله الواحد اللي يمزح واجد ويحاول اني اسوي الولد الفكاهي تجي في موقف الجد لا هو فكاهي ومقالبه حلوه لكن اي لكن ترى في بعض الاوقات يعني تصير ضده تصير شيء عادي تصير ضده يعني ما تصدقه مهما صار سلمت الزبده قالوا الشباب حلف علينا حلف الرجاقه والله اني لاقيه واني شايف كذا وكذا وكذا ركبنا الموسر اللي معه عجره واللي معه سكاكين مره حقي مشاكل وندورهم في الجبل ما حصلناه
دوروا من دور ما حصلنا، كنا ما صار نوصلوا للصلاح وخلاها الصلاحتهم. اي والله. طيب كان فيه تلفزيون مشغل داخل الصندقه، اخطف الصوت يا مصلى. يا ولد يا ولد، احنا في الموتر ناديم يا ولد يا مدير يا عامل. ما حد طلعنا، كان واحد من الشباب انا وياه نزلنا طقنا الباب، ما حد فتح الباب. ايه رجعنا قالوا الشباب بنمس ابن بنشد. قلت والله ما تشدوا، انا خلاص ميت تعبان ابي النوم. قلت والله ما تشدوا نومه. قلت مهبول انت مهبول يا ولد. قلت والله انها نومه. وقلت واقوم الفجر، اول ما قمت الفجر كان ماسكين الشباب خضارة. ايه انا اسمحوا لي انا تعبان برد تعبان. قمت الفجر شبيت الضوء، شفت جهزت قهوة الشاي الفطور. خويي عبيدي كان معطي معك زود، كان معطي الضوء ظهرة يسمع القرطبة. الرجال ارتبك يقول والله يا سالم اللي ربع ساعة تقلب ابي اشوف من اللي عند الضوء. يقول اول ما شافني طال عمرك يقول الله لا يوفقك. خلال ربع ساعه يقول احتري يطعني ذا اللي عند راسي. خلال ربع ساعه طال عمرك يقول اول ما شل ذي قال الله لا يوفقك اخلعتني. ربع ساعه اتكلم الحين الله يجزاك خير ويرجع. يقول والله ما رقت زين اني كل شيء قايم كل شيء قايم. مالك يا هلا والله. ايش صار عليها؟ الحين جهزت قصائد المرجان اللي تبين صار عليها يا حبيبي. مدير انا اسوي قصه المرجان. ايه حبيبي سالم لبيك لذوبين ذا الحين عود عودت لهم في النهار ولا لا؟ ابدا النهار طال عمرك لا شدينا، بس الحين شفنا ثاني يوم يعني قد لفلفوا عندكم. لفلفوا طال عمرك حول المطور. تقول لي كيف؟ اها شفت ياخذ المطور. خلاص خلاص وش حسوا فين والحاشا؟ انتم طفيتوه يوم خذ المطور حطوه داخل الشراع بعد. خلصت الطبخات انا قص قص خلاص خلاص يعني زي المغامرات هذه الواحد يحتصي على نفسه على اهله. يعني الواحد لا يحاول يروح في مكان بعيد عن الناس، تخيل بعيد عن الناس مهما كانت الظروف، سواء كانوا شباب كانوا عوائل سواء مثل، لان الايام هذه كل شيء يخوف، كل شيء يخوف من ناحيه المجهولين ومن ناحيه زي الاثيوبيين يحتاجون الماده اكثر من احتياجهم لشيء ثاني. فننتبه سواء عوائل ننتبه سواء شباب طالعين للبر كاشتين. الايام هذه ايام برد، الناس للحين تبدا تخيم ثمامه في بر الديره. فننتبه نكون حريصين على انفسنا على اولادنا على اهلنا على ممتلكاتنا. وذلك كيف تسوي؟ تبعد من الاماكن المشبوهه والاماكن اللي فيها يعني تحس ما انت قريب من تواصل مع الناس، يعني تقطع البث قطع البث او الابراج في الجوالات. اذا وصلت لمرحله ان انقطع النت وانقطعت الابراج حاول انك تدور وترجع على ما انت عليه. حتى البرج اي والله لو كان قريب من الديار هذه هذا الكلام. يعني خل لك ضوح انت تشوف القرى اللي جنبك وضوح انت تشوف المدينه اللي جنبك شوف الطريق. طيب يقول لك هل تعلم؟ ما اعلم. كم يبلغ عدد العظام في الجسم يا ابو؟ الله كم؟ 12 عضوا. اوه يا 12 عضوا عظام 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 عظام. شوف الانسان الطبيعي يجي 206 بس يا شيخ والله فرادي. لكن ابو علي كم عنده؟ فرادي ابو علي زود صغير ديناصور ما شاء الله. قلت ما شاء الله ما شاء الله علني اعرف انك بتقول قول ما شاء الله ما يحتاج. انا ما شاء الله على لساني على طول. هو هدي جبس يا ولد؟ والله ما ادري يا ابو علي. هات خلينا نشوف نجربها نشوف بضرب جماعتك. خلينا نجربها فيك انت. خلاص هاي ابو محمد ايش صار؟ ماذا وش صار يا خالد؟ يا عزيز يا ابو علي ما بكلم جرك سولف سولف على ابو علي. ما شاء الله ما شاء الله سولف سولف على ابو علي. صينيه تونه ايش اسمه؟ خضار صح ولا شيء؟ لا لا ايش اسمه؟ يا اخي بالله عليك بالخضار ايش عندك؟ طيب ايش تقول له كتبت ايش اسمه؟ حبيبي بدل فلفل رومي وكوسه وجزر ومدري ايش لو كتبت بدل هذه كلها خضار مشكل. هو علي بيعطيكم خضار مشكل ولا لا؟ والله راحت عن بالنا. لا والله ما راح اشاورك انا علمني. توقعونه بيعطيكم؟ ابو علي سؤال 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 ابو علي بنسال ابو علي نشوف يمكن عنده اليه في عمره وفي مخه. نعم ابو علي الحين لو قالوا نبغى ابو علي تعطينا خضار مشكل اعطيهم
تعطيهم الخضار بشكل. أنا نقصت طلبات اللي أنا جهلتها، أنا طلبات اللي طلبوها طلعت لهم من غير الخضار. نعم. لو قال لك كاتب خضار مشكل تعطيه اللي في الثلاجة كلها؟ لا، أعطيه المطلوبة حقت الصينية. إذا قال لك خضار مشكل يعني ما كتب لا كوسة ولا لا كتب كوسة، كوسة أنك جزر مكتوب عندك. لا لا لا، هو يقول لو ما كتب وجاء قال يلا حط خضار مشكل. هذا الحين ترى، وأنا قبل أسأل السؤال ترى قاعد أفكر أبو علي بيفهمني ولا لا. لا لا لا، لا. يا أخي تهرج معك تعطيني ظهرك ليه؟ ما أعطيتك ظهري. ليش تبلع عني هناك وترجع لي بعد ما تتعلم؟ قاعد أكلم العرب اللي قاعد يتفرجوا هنا. هات العرب. فأقول لهم إن أبو علي الله يستر عليه. هاي صدق بالله، صدق وتأمن بالله خالد، 12 عضو ناقصا هنا. كيف كيف؟ و14 عضو ناقصا هنا. كيف كيف؟ لا يا رجال. هد هد يا ابو علي. هد والله الذي لا اله الا هو. 14 و12 الثلاجة ما اخذتها لو حطها. هذه ابو عضو. عنصر ولا عضو؟ عضو هي. والله ابو علي انت ما والله ما ادري عنك. طيب قرينا هذا السؤال وجاوبنا عليه. مبروك الزواج ابو علي. الله يبارك فيك. ابو علي يقولون ما سويت الفقرة للشباب حقت المطبخ للتذكير فقط. اسمه؟ الفقرة اللي تقول بتعطيهم نبذة عن الطبخات. طيب نبذة مني انا، انا اروح اتلقف واعطي العالم معطوني جدول الادارة؟ لازم اعطونكم على سيستم على الادارة لازم. حي فيك حب، حي فيك حب النظام. نعم اعطيني يعني سيستم وانا اعطيهم الدرس، ما عندي مشكلة. لا ذا الله يستر عليه ابو علي. طيب سؤال لطويرش. تسلم. ايش كان شعورك امس وانت واقف بالبرايم وهو بسام وينتظر اتصالات الجمهور؟ ايش كان شعورك؟ يعني رجل في القرية ورجل برا؟ لا حل رجل في القرية، رجل انك تشوف خويك، يا تطلع انت يا تطلع خويك، ما تدري متبدي. تبدي خويك ولا تبدي نفسك؟ ما تدري احمد اخوك. كان شعور صعب جدا جدا وبسام. لكن يعتبر تحديد المصير بينك وبينه، وهذه مسابقة. شوف ما حد يزعل. هذه مسابقة. ما حد يزعل. في الاول والاخير هي مسابقة. صح. يعني اجيتوا هنا للمنافسه. صح. اوكي يا اخوان، على العين والراس والضحك والسواليف والله، هذه اساس القريه. لكن تبقى انك جاي عشان منافسه. نعم. وجاي عشان ايش؟ 300,000. صحيح. 300,000 عرب الواحد يفكر فيها. والله ها والله صوت والله يسوي حاجات. اقسم بالله والله تسوي حاجات، تسوي حاجات خاصه الايام هذه. متى اشكر كل من اتصل؟ صوت وعطانا صوته. اشغلتهم يا رجال في المذنب. بالله بالله دقيقه. يحلف لي واحد من الشباب يقول والله يمكن احنا العوائل خمس عوائل، يقول كل واحد في البيت هذا كل يدق على رقم، عددهم في البيت 10 كل يدقون عشان الطويرش. يا حبي لا لا غير هذا يحبون. سلمت يا ذوق حزنهم انقسم. خليه يسولف لك سالفه الحمار اللي يهج فيه. الله يكرمك. ايش السالفه؟ الله يخليها لك السالفه. خل 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 ادخل الله تعلمه السالفه. اسمع السالفه. الله يخليكم ركبنا. سعد بهل. كنا طالعين المنتزه خرطم، عندنا منتزه خرطم فوق. عندكم طبعا من اطول المنتزهات بالقصيم. اللي فوق في التبه. اللي فوق جميل. طلعنا عندنا عرض مع فرقه الدنانه. خلصنا عرض جينا بننزل للمزرعه. الحمار ابو عرب ورا. الحمار كان معكم في العرب؟ اي معنا بالعرب، احنا راكبين بالعرب اللي بالحمار. اي طلعنا من المنتزه في طريق مختصر ردميه ننزل له للمزرعة قريب، نزله كذا تحديره. الحمار يوم انه تكرم نزل مع النزله شد رجله شد، عيال ورا متعلقين كل ابوهم طاحوا. اقول له انا وسعود. ورجلك؟ رجلك ما جبل، بو طريق عدل بو طريق يسار، احنا لازم نلف يسار عشان نروح المزرعه. الحمار وجه للنص، لا راح يمين سيده ولا راح يسار. للجبل. وجه للنص. رد مية كذا طيح. نطحنا بنموت. لا اله الا الله. وسعود يحاول يمسه عيا عيا كذا. سعود فهد قامط، يوم اي سعود فهد مريان قز امي بالعربي يطيح وراه. خلى الحمار. طيب. وامسك طرف الحبل انا وامسه كذا يسار. مرير فلا الحمار هو العربة وتطيح وينقطع الحبل اللي متعلق بالحمار. مرهج بالحمار يسقع بالحبس. ينزل سعود قد يضحك. والله انكم سلمتوا. احنا ميتين. ايه في النزلة اللي بعد المنتج على طول. لا هذه قار ليته قار ردمية. قبل قبل. يعني شعيب. ايه احنا نلقاك رايحين مع طريق مختصر. طريق مزارع. تصرفه من الحمار. لا لا غير ذلك يوم وصلت المزرعه لقوا قدامه من الحمار. يوم نزال نام مريم حمار لحالي روح حجل الشب كان رجع الرجلين نمشي. شوف الحمار هذا يا عرب من اذكى الناس اللي
تعطيه درب خلاص يحضر يحضر ضربه. شوف ذي خبط ومصدم بهم دزه على المزرعه قدامه. هذا حمار تبع مزرعه ابراهيم العيسى الله يمسيه بالخير. هو ذاك اللي جبتوه لنا في القريه؟ ايه اللي قاعد تحرجون عليه مدري تسومون عليه؟ ها؟ والله جد جد يا ابو حامد انا اطلب من فرقته تجي. والله شوف انا العام جون عرفت والله يغيروا امي. انا بفرقته تجي. هو تكلم الاداره هو اللي ينسق. والله رافع الاداره. انا رافع الاداره انت؟ اي ورقه. اجل هذا في ورقه يبغى اي واحد يبغى طلبات او اي شيء تسجل ورقه تطيع عن طريق رئيس البلديه اللي حطوه النظام الجديد. حلو. النظام هذا ترى من العام نفس من العام؟ اي من العام. ايه لكن انتم تسمونها ايش؟ انتم تسوون الاعداد صح؟ على طول كنا نرسلها للاعداديه. لا السنه تسلموا رئيس البلديه، رئيس البلديه يعتمده بعدين يرفع الاعداد. يعني عنده صلاحيات مدير البلديه. ايوه ممكن نقول لك لا. هل نشوف منيف مدير بلديه هذا الاسبوع؟ باذن الله ان شاء الله متفائل خير. ان شاء الله بيكون رئيس بلديه. يعني نعلن عن اسمك بعد صلاه ولا محتاج؟ في تنافس، في تنافس بيني وبين في اليوم تعلنون البلديه؟ لا يوم الاثنين بكره في تنافس بيني وبين بن دفنه. يهو إيه فزت فيها فانا ان شاء الله كفو له، وفاز فيها بن دفنه فهو كفو له. تستاهلون كلكم كل خير والله. والله بن دفنه يا عرب إيه انا اول مره حاسبني واحد في المطبخ. بالله والله هي العرب اللي قاعد يحاسبني في المطبخ. لا والله عرف لها ما شاء الله تبارك الله. مليونير الحين هو بيتعب اللي وراه بالمطعم. إيه؟ والله بيتعب اللي وراه. هو على دخله الحين دخله ما شاء الله. كم كسب في المطبخ؟ الحاله 2800 الحاله. ما شاء الله ما شاء الله. من غير رصيد موجود؟ من غير رصيد بس من المطعم 2800. المطعم الحاله 2800 ما شاء الله. شفت ياه يعني كم وصل؟ يقول اني وصلت 4000 4000 وعليها. ابو علي جه نفضه مسمع ب 4000 كهرباء طلعتني مني بالله. سمعنا جبنا سمعنا. طيب الله يوفقكم كلكم يا شباب. اللي تكفى يا خالد قول منيف والله. اقراها اقراها ادخل على الله. لا لا والله ما اقدر اقراها. تكفى تكفى معليش. نبي منيف يكثر من الشعر يحافظ على رصيده. نعم خالد منيف ينتظر قصيده لجمهوره. يستاهلون والله يستاهلون. فارس ما موجود بالمطبخ بداله حبيبنا منيف ما قصر الله يكثر خيره ويسر امره. ايش الطبخات ما سمعتكم؟ سمعنا يا ابو علي ايش الطبخات؟ صينية تونة بالخضار وصينية شاورما بالدقاق. بالدقاق. خالد قل لسالم يركز اليوم بمسابقة ميزادك بليز، نبغاه يرفع رصيده فوق. ما يحتاج ان شاء الله باذن الله. الله يتمنى لي الخير. يقول خالد سوي لهم كرسي اعتراف، اسالهم اسئله قويه. ما عندهم كرسي اعتراف؟ ما عندكم كرسي اعتراف؟ لا عندنا زد نسويها ان شاء الله. لا لا اللي مسويها التوم شو اسمها؟ التوم زد صامتك. زد صامتك حلوه. زد صاملتك؟ اي فقره حلوه. حلو والله. ممتازه والله. لكن ما يسال عنها كل شيء صح؟ لا يسال اليوم ويعطي سؤال. يعطيك سؤال. انا والله جاء في بالي هذه الحاجه. يعني اسئله اعترافات ما اعترافات لكن خلاص الزلطه. ما هي حلوه كزعل بين الناس. ليش تسالني السؤال هذا؟ ما ابغاك تسالني. ما هي حلوه. من الاخير يعني اذا تبغون الحقيقه ما هي حلوه من الاخير. لا توم اسمع توم عندهم طريقه حلوه. اخر سؤال يحسون فيه احراج يعطون كياب ورقه. تبي تجاوب جاوب ما تبي تجاوب تبي تجاوب اقرا السؤال. ايه ايه لكن لا انا اقصد انا محضر اسئله وجايبها لكم وبس سالك كذا سؤال. هو ما في شيء نحمسه. بتجاوب منه صح ولا لا؟ صح صح وقلت وانسكت. شايفك يا منير شايفك. عشان كذا خلونا حبايب وخلوا مطبخنا حلو نضحك سواليف وخلونا اخويا. طيب يقول لك تعلم. ها سلام سلام روح يا رجال. لا 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 يقول متى بيقدم برنامجه؟ يبشرون فيه قريب ان شاء الله. سلم طيب يلا روح. هذا قبل امس كان فيه غيم وناظر الغيم مغطي النجوم. سلم قلت نجم تلحف غيمه بعزه البرد. برد نجم تلحف غيمه بعزه البرد وانا بعز البرد والحافيه القاف. الله للشوق نار تاتي بفكري الشرد شوقي وحنيني ياتي بهيئة الحب. الله على الذي من جاله هزريت لا رد وانا بحول حماه وازعجت حساه وابعث امل في غد ثم ياتي الغد من هو يعيش بيوم ما هو بينشاه. وابعث امل في غد ثم ياتي الغد من هو يعيش بيوم ما هو بينشاه. وده ابي وده من الود من لد يلي بيدك الامر ودي بالانصاف سور الغلا غالي وله بينهد ما يخلف ريح ولا يذهب. اي والله سلامتك.
سحر سانك حيض الصوت والله يا سحر سانك منيف حبيبنا قاعدين عطنا قصيده عطنا قصيده انت كيف مطالبينك نشوده لكن انت نشتنا قبل شيء ما قصرت لا عاد جات الخير خير لا 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 خاتم خير هو نبغى قصيده يا ابن قصيده ايوه ابن قصيده ما هو بالمشاعر هو السوداني انت سالم ايش عاد سوداني دي اسمع قصيدة سودانية ايش هي هذه القصيدة كنت رميتها هنا صح يا ابو علي بس انت ما كنت موجود والله ما ذكرت المطبخ لا هذه قصيدة سلمت ايوه اضلع اقول لك هاي قصيدة للشاعر الكبير سعد علوش تضيق بالدنيا وكبرها مما عبيس الوجيه وهذاك لو منه تبسم شفت للدنيا طرف مني وليه احببته هو حذني منه وليه من غير لا انا اعترف من غير لا هو يعترف ليه تحاكى وكل ابوي يعرف غاية كل بيه اللي يفرح أفرح ودمعه لذرف دمعي ذرف أغليه يعني أعشقه أعشق يعني أموت فيه يعني أنا ميت ما أعشقه ومرتبة الشرف ميت ويعشق والسبب ما في داعي أني حكيها الغيد في الدنيا هو الحالة محترف الشامخ اللي لقبل بحظ يديني في يديه تراعدت فرايصه بالغنج وتصاقط ترف أمشي معه من غير لا أين ولا كيف وليه من حيث ما يجرفني غمض عيوني وانجرف إن قال لا أقول لا إن قال إيه أقول إيه ما أعرف ما أسمع ما أرى ما أرى ما أسمع ما أعرف اللي أعرفه إني أبيه تجمل بي وبيه وإن كان العدل في صدته سجلني أكبر منحرف يغفر لي الله والله يديمه ويرحم والديه علمني إن البعد نكسة حال والصدق قرف سلامتك الله 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 أنا أحب القصائد يا عرب ويا الدبابة حبه لما يغرق دبه الله يخليك يبينا سفرة سوا لا لا يلا تم سالم ومنيف نبي دويتو الشاعر عبد الهادي اللي فيها مثل خلوج مدري ها خلوج عبد الهادي مسهل يا رده خليها يوحده ايش يقول فيها مسكين والله هذه مسكين صليفيك اسلم يا صليفيك تدرون هذه ثالث مره اقابله بالمطبخ وانا وياه دائما برا جلستنا واحده راجين هنا نصير ضد بعض خلونا مع بعض لو الساعه وش سويت فيها ها الساعه حبيبي طويرش يقولون حافظ على رصيدك الساعه يا ابو ما شاء الله ابو علي اليوم رايق يا رب تزيده ان شاء الله فرح عشان عاد نفس عليه الله يستر شكرا الله هذا التكمل الله يستر ابو علي بس لو انه يعلم الله يزيد الاجار عشان ما عاد ينفس والله ما قلت بري والله دروس يا خال سلامك والله دروس يعني الحين عالي العال امين سويت اسنانك قاعد تعبان سويت اسناني الله يستر بس باقي الفرقيه تهب له واحده على الشب انا كنت طحب يو يقولون ان شاء الله نشوفك يا منيف رئيس بلديه ان شاء الله ايه انا لقيتك خالد اسال سالم مين لا مين أقرب شخص له؟ أبو علي القرية ما أدري إيش السؤال هذا أقرب شخص لي طبعاً ما يحتاج الأهل لكن يمكن يقصد الأصدقاء إذا من الأصدقاء والله كلهم غالين علي ولا خاوي لأهل الطيب والله ما كان حب شرواك من الربع شرواك الطيب فمسي على أخوي سعد بن علي العبيدي ونعم وأفتخر بهم خواته طبعاً ما أركم وقرب منه رجال خاوي لرجال ما عليك زول هذاك سالفه ذي شيء اضحكت شيء طلب القصيده اللي طلبتها انت تقول قبل شوي طيب الحمد لله حقت الخروج كفي ها سلمت يقول انا مصوادي في الدرار لا ابغاها بلحن ايه يا مل قلب انت اختلف فيها الاذكار الله كريم وطيب فيه ظني وين العرب راح وطريين على شوار أربهم ما كفى والرجل عني يا من يعلمني من البدو بأخبار يخبرهم من قلبي عليهم يوني مثل الخلوج اللي ولدها لها ضوار تسار تدور له ما يحني من دون ربعي للونيتات مشوار ليل ونهارا والمكاين ترني الى اخر قصيده حسان صاحب دم ايوه
ثم قطع له بعد ما احنا حافظين بعدها يا اخي ما شاء الله عليه بتاع كله ما شاء الله الله عليه بره جزاك خير انا للطبخ يقولون الله الله ما هذه القصيده يا راشد من اين لك هذا اكتشفني سعد السبيعي كان مشروع بزد فرصتك بكتشف الشعار بالقريه واكتشفني الحمد لله بس ليش ناقصني بس ناقصني حركه تمنيف ذي هذه واصير شعر في الاوبشن يعني علم انا علم كلام سويته وحس بالغيره على لزمته سبحان الله يا خالد يقول الشباب ينشدون اولهم واولهم لا تعجب 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 غلطي غلطي كنت اظن خاب ظني لحظه بكتشف صوتك ان شاء الله باذن الله عندك خبر حصري من المطبخ عشانك يا ابو حامد سنوت. والله انا خبر حصري زين باذن الواحد الاحد انا عبد المجيد كان معنا بسام بس الله يستر عليه انا عبد المجيد ووائل ومساعد باذن الواحد الاحد ترقبوا بالدش ان شاء الله شوف الشعار من الشاعر مساعد الشاعر مساعد والله اداء انا وعبد المجيد ووائل باذن الله ما تنام عينه ترقبوها قريب بندش ان شاء الله على مقام العرب بلش عده مقامات انا بجيب على 3 الحان كفو لا 4 الحان عشان تصير اول شيء 4 الحان انت الحين قلت ان العرب مقام صح نعم كيف وكيف هو مقام العرب عطى عطى قول هذا هو هذا هو هذا هو انت الله في مشكله طيب غلط سؤال اخلط لعبد المجيد الصحيح ايش سالفة السيارة بوتندا اللي قصيت بوتندا منين جيب انت السوالف ذي؟ ولا ضحك لا قال عندي لك سالفة ربناها هذه يا طول العمر الله يهديك شرينا متنيل قديمة ترى متنيل كرسيته قديمة متنيل ايه سمي متنيل عندنا يعني انت ايوه سلمت انا وسعود اطويرش ولد خالي الله يمسيه بالخير سلمت شريناها ورحنا دخلناها بالورشة عندنا ورشة هم عندهم ورشة احنا عندنا ورشة دخلنا ورشة جبنا الصاروخ شلنا التند خلينا نكشف رحنا عالية النفود قال لنا بنطعمس عالية رحنا نسفين ورجعنا رجلية نسفين يعني قلبوا يعني قلبنا على السيارة خلينا السيارة وجينا على رجلينا دقيقة دقيقة الحين من اللي اعطاكم فكرة انكم تقصون تند كذا قلنا نبي سيارة كشف ما اقدر نشتري سيارة بفراري الغاليات علينا كنا نختبئ سيارة نقص تند طيب كم شريتوها؟ الظاهر 750 750؟ ريال 200,000 هذا قلت تقول مفتاح السيارة في مكان تشغيل هذيك لا 200,000 صدرك لا والله انا 200,000 كرسيدة قديمة نيسان ايوه انوار السيارة مضاعة صحيح يا اخي اقسم بالله جوكم تقول لي ها تسوي درايفر ليش اني اعرفك من زمان طيب اسال الشباب لو بيدهم بطاقه الانقاذ من البرايم مين بيقدموها وبدون مثاليه امس ايه تكلم عن امس ايه والله شوف بعيد مو عشان عبد المجيد موجود اصبر هو يدري غلط هو يدري قديش هو ما سالناك لكن اسمع هم يقولون بدون اي مثاليه قل اي شيء طاح الجبين طاح حبيبي بطلع الزمزم الله اني احبك يا قريب خالد اي سلمت كمل والله بعيد المثاليه كلهم غاليين لكن يا عافيه من هو اليوم ابراهيم انتم بسام ومين قصدك الاخرين اثنين ولا كله سته؟ لا السته انا ابو فوزان وفارس اسم بدون سبب انا فوزان وفارس والله شوف ذكرني بالاسامي والله صعبه وراضي و والله مو مثالي ساعد بس كلهم اخوان 23 اخ والله اي والله انك صادق والله انت
تدري من يا خالد يعني بدون مثالية ومو عادي أخي تعبير وجهك فلة لازم نسافر سوا لازم نسافر سوا أنت بس والله اللي تبي أنا عن نفسي ما قلت سافر برا السعودية الرياض وحايل لا والله أبشر برحلة ترفع الرأس أبشر بالجنة كفو وأنا معكم إيه لازم بالتند ولا بدون والله سبقتن يا رب بالتند ومتى السر اللي بيقوله ذبحنا الفضول ما الفقرة اللي بتسويها متسر اللي بتقوله اللي ذبح من الفضول يجيب الله خير يقول يجيب الله خير عشان كذا انا اشوف انا في المطبخ ما عاد سالته نهائيا لا موضوعك غير انت عاده موضوعي غير زاد هذاك كمانك تقول لا غير حق ايش اسمه موافقه ذا حق موافقه غير ايش رايك حق الموافقه يعني تقدر تقول مرتبط فيه شوي تعرف حق موافقه ها تعرف فيك الله خير لا انا سويت الفقره قلت قلت انه حلال وش وش موافقه اي علم انتوا يا شباب الحين بسالكم سؤال بسالكم سؤال وكذا تسوت انا تصدقون قبل شيء شفتكم تقطعون هذا وهذا وهذا ما فزنا احنا سوينا الاعلان كنت احسبكم تسوون طبخه ثانيه لكن حلو انا مش عارف طيب. سلطه حلوه يا شباب الشباب هنا لسه يقطعون الخضار والطماط والبصل والفلفل الرومي تدري ايش اللي ذكرته والدجاج عم بينتظرهم بهاون تدري ايش ذكرته ايوه حبيبي ذكرت اختي امرا كان طيب الله يطول عمرها يمنه تسوي كان تسوي لكم شاورما اي وجالس اتذكر وها ها يا ولد ذكرت شيء حاجه والله ترى طريقتها سهله والله انا كلها تنتين طريقتها سهله لا تحلف بالله اللي عنده بشاره ما عندنا لا 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 بلا حلف بلا حلف ها حبيبي معليش والله يقول ابو علي معلش والله شوفوا اذا تبغى الحقيقه يوم الخميس اللي راح انا عاتبت ابو علي في حاجه السلام عليكم حلو اكمل جدا فقال يا خالد الشباب ما يعرفون يطبخون الفل ايش اسمه الفول او التونه البازيليا او البازيليا الحالها فلذلك لازم يطلعوا من القريه وهم يعرفون اقل شيء يسوون الفول فضل الله فضلك جلسنا ذاك اليوم قلت ابو علي طبخه ابو خمس دقائق جوني على هاشتاق الناس يقولون ترى الطبخه وقتها قصير قعدنا ذاك اليوم غلقنا الصلاه وباقي كل حاجات على النار ف ابو علي تفضل حبيبي ابو علي شان خاطره تبعه الخاطر كانك ها حبيبي لا حبيبي لا 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 بالعكس فلذلك انت ما قصرت نبغى يعني تجيب حاجة أكلات قريبة للشباب قريبة للمخيمات يعني ذا الحين أنا بطلع مخيم مع الشباب هل يوم من الأيام بجيب معي ميكرويف ولا أجيب معي فرن أركبه في ظهري هاي أبو علي يوم كذا يوم كذا يوم أكلة بردية يوم كذا لازم يدخلون كله لازم يكون عنده خلفية على شيء لازم أكلة بيت أكلة بر لازم يعرفون شيء خالد لازم نطلع من هنا بفائدة سواء كان في شعر أو قصائد أو شيلات أو أي حاجة ما أنا دخل لازم لازم يطلع بشيء طبخ أي حاجة لازم يطلع بشيء أبو علي لازم يطلع بشيء خالد أبو علي ما لها دخل لازم حنتكلم عن المطبخ ذي دخل أنا شد لازم نطلع بحاجة من بفائدة من هنا طيب أوكي طيب إيش العدة والأغراض اللي تقول بتجيبها يا أبو علي جاية في الطريق الحمد لله وصلت القوعية إيش هي وصلت الصاج حق الكبدة وإن شاء الله في الايام هذه حكون على الهواء مشيئه الله في الليل مشيئه الله مع الشباب مشيئه الله في تقاطيع في كبده في لحم مقلقل مشيئه الله في الحنيذ على الهواء مشيئه الله وفي مضبي مشيئه الله طيب ابو علي بكره نبغى طبخه يعني ابو علي ما ابغى قد كذا جالس معي في المطبخ ابغى يوم من الايام قلت وجهي يا خالد في ذمتك ابغى يوم من الايام يا ابو علي سوينا زي العريكة لا فكرة العريكة العريكة أنا أبغى المرة هذه إيش اسم ذاك اللي في حائل كبيبة كبيبة اسمه كبيبة صح شو كبيبة كبيبة يلا الله لحظة كبيبة اللي يجي كبة اسمه لا في كبيبة لا كبيبة اللي يجي زي الورق زي ورق العنب زي ورق العنب بس إنها كذا مكورة أيوة مكورة أنا خوالي من حالي بهاش فيك أنا أشكرك والله والله أنك صادق خوالك شمامرة من مليون والله طيب أبو علي الله أبو علي أكشفت إنه يرضخ رضخ لا ماشي ما أعرف الكبيبة طيب أعزائي المشاهدين نروح فاصل وراجعين لكم بإذن الله بعد الفاصل نطبخ لطبخاتنا ولمطبخنا الجميل من ذاك طبختك اعتمدها لو ياكل يدينا بعدها زد بهاراتك زيد زد بهاراتك زد بهاراتك زد باهر مهاراتك يلا 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 زد بهاراتك
داقي طبختك اعتمدها لو ياكل يدينه بعدها من داقي طبختك اعتمدها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم من جديد. أبو علي في مداهمة للشباب في المطبخ. ماينيز ليمون ما نبيه. هذا عوام. اشربوا صدق هذا عوام. اوكي طيب. أبو علي موجود في كل مكان. ايوه طبعا أبو علي يقول الشباب ترى في حاجات ناقصة. قالوا ايش هي؟ قال ما بعلمكم. ايش هي يا ابو علي؟ خلاص الحين خلاص ما نقدر ناخذها لانك تعرف ان الطبخه ما نقدر ناخذها. راح يوريهم في ايش وريتهم يا ابو علي؟ ولا شيء. علمهم ايش اللي ناقص هنا وايش اللي ناقص. خلاص راحت راحت. هو ما يقدروا يطلبونها خلاص هي بلعت انتهت. اكلتها البسه. اكلتها البسه. لكن يعوض بالله خير يا اخي. احس وين الربع؟ يا بسام انت متاكد انك اعطيتني 24 اسم ولا 22 اسم؟ ترى 22 اسم المتواجدين. اي هذا كل مالها كثرة الأوراق. إيش السالفة؟ طيب خالد حنا ما طلعنا. بعدين خالد حامد تكتب لي خالد حامد بالورقة مع الشباب. صحيح أنت. كذا. أمزح أمزح. أبو علي. بس. أبو علي. حبيبي. نشوف يعني بكرة بإذن الله طبخة غير. مشيئة الله. مع الشباب. مشيئة الله. البسبوسة يا أبو علي مقاديرها موجودة كل شيء موجود عندك. آه لا 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 لا. إيش ما سويها لنا الحين؟ أسويها لك؟ ما أقدر ولا حلوت. الصيانة شغالة. ما يبغى أبو علي يسوي شيء. الصيانة ما في الصيانة شغالة. ايش؟ الصياني شغالة. ايش؟ سريات الصياني الصياني ايش قلت انت كل شيء؟ الصياني شغالة مشغولة. الله يعطيك الجنة. قول امين. امين انت المصريين والسامعين ومن شاهدنا. امين يا رب. والله يا ابو علي شوف ترى مشكلة. هي مشكلة انك تجمع شيء غلط. صواني تحطها يا خالد عارف ان عندي حذف اليمين. ما لها دخل في الجمع. فيني والله ترى مشكله. والله مساكين مدرسين اللغه العربيه زمان اهبه وضيعه فرقنا. طيب ابو علي ابو علي علمونا جمع المذكر سالم وجمع المؤنث وجمع التكسير صح ولا لا؟ وذا الحين وذا الحين الجاي يقول صياني صياني جمعها ايش؟ مفردها صيانه صيانه صياني هو صينية ما ادري والله عنك. يعني ما هذه مساعده. الله يعين اللغه العربيه. والله انا في خطر عند ابو علي يا اخي. في حذفه يا خالد. ما لها دخل حذفه. لا هني هني الحذفه في المخ. قول ابو علي قول الصينيه هذه مشغوله والصينيه هذه مشغوله. ابلح الله 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 صد هناك يخوف اللي ما يتخوف. ها يا رب. سمولي الزين. سمولي الزين وجهي. سلوم الزين. سلوم الزين ما تقرأ. ها؟ ما تقرأ. إلا لا لكن بعلمك حاجة. لا هي قصيدة لمنيف يقولون سمولي الزين. والله. إيش هي سمولي الزين؟ عطنيها. والله. أعفني منها. أعفيك منها من عيوني. من عيوني. هذا دليل على أن الناس يبوا حاجات إن. في الارشيف عندك ها؟ جاب حاجات في الارشيف. اذكر اني ذكرتها اذكر اني ذكرتها بس ما ودي اكررها. ايه يعني لا عاد تذكرها مره ثانيه. ايوه ما عليه يمكن علمنا علمناك من يوم جيت. والله ما سمعت. والله علمت قلت هذا شغال هذا شغال. طيب يا راشد يا رب سهل انت وسالم في تعويض الحرق. يقولون بالتوفيق لكم يا وجيه قحطان. الله يوفقك. نعم قحطان كلهم والله. نعم نعم عليكم زود. عليكم زود. يقول اسال منيف ما تبي. لا ما يصلح كذا. انا افدى امكم اذا بشفتوا سؤال سالته لا تعيد ترجعون تسالونه. هي سالته مرتين يا منيف متى بتسوي الفقره حقتك انت وعبد المجيد الفوزة. قريب قريب ترى قد قالها قريب قريب قريب. الله ييسر اموركم. ما قلنا سيره غيرتي يا ويلي. اول شيء والله انا ودي انا اللي هو بيدي والله لا اعطيهم المقادير كلها واعلمهم لكن هذه مسابقة يا عرب. يا لا 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 كنا المرة الأولى كنا المرة الأولى أنا وأبو علي نقرب يعني واحد يحذف بكلمة مني واحد يحذف مني كلمة عشان تزين. لكن الأيام هذه خلاص والله ما عاد أقول حرف. طير طير أبو علي الله يهديك. ما عاد أقول فيها حرف إن شاء الله. خلاص تعرفون ما غيروني. لا 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 والله لا والله لا والله
والله كلكم عينا براس. جعلني ما بتشيك، جعلني فدا عيونك. شوف الأكل شناك يا خالد، قل تغلى ويغريك. يغريك؟ يغريك. وثقل عليه ويتبعك مثل ظلك. ظلك. وخرنا وخرنا. خلاص ما أدري يعني بس ما أدري. بس. بس. والله أنا قد نزلت ذيها الإباد وقاعد أتسمع. هذه حقت أحمد السيد. يقول فيها إيش؟ أراك في كلمة تغلى ويغليك وثقل عليه ويتبعك مثل ظلك. الله I have قلب كله طعون وجروح. أنا كنت أزغل زيادة الرابع حصل دواها يا عفت العافية. أي هاب قلب كله طعون وجروح. أي كنت أنا وزريت حصل دواها والصدر ضايق ما هم مثله مشروح والعين تهل الليل يبدأ شقاها ما عاد ينفعني تناهيد والنوح على الذي روحي بصده كواها خلا عشيقه لما عديم مطروح وخيب ظلمنا قلبه اللي هقاه. الله 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 سعادك أحمد أنك سؤال يا منيف. أسلم باقي زعلان على سالم. من هو؟ لا ترى ضاينا احنا بنينا استاد عقب السالفه ذيك والله على طول خلاص قلتكم صحبه. ايه كويس هذا الكلام مزبوط. المفروض ان بعد الدرع هذا ان اسحب عليه هو اللي يصير صديق واللي يجي زي مطعم يوم اخذ المطعم مطبخ اسحب عليه. والله الذي لا ترى فعلا فعلا كان يمر من عندي يسلم هني في المطبخ يوم جيت له بالثوب وبالشماغ وبالنظاره الشمسيه وخذ من سمع الى ما تسلم يا ابو ها يا ما تسلم. لا أنا جالس هنا في الفقرة. طيب أنا مر عليك وسلام عليكم يا طويل العمر. هذا شيء ترى. أنا أقول لك. إيه. لا أنت مار كذا. يعني المار. يقول لك أنت تسلم عليه. السلام المار على الجالس. قاعد أحسن. قاعد أحسن. أما جالس أقول معه السلام عليكم كيف حالك؟ عشان المطبخ. شفت كيف؟ سلامات هد. أنا قاعد أحس بفلوسي طال عمرك هو أشغالي. أشغال أشغالنا بأشغال. نبغى موال عراقي من منيف وأنت تكمل الموال يا راشد. ما حلو ما هذا موال عراقي. تعال انا مو شفت اعطنا موال عراقي. اي شمات يا شمات شمات خوتي هذا كردي ولا حتى صلفيق من الناس دين اموتي. شمات يا شمات شمات خوتي حتى صلفيق اليوم يدين اموتي. دقني الزمن دقات كلش قويه خلاني ابو علي يصرف تحية. دقني الزمن دقات كلش قوية خلاني ابو كاتم اصرف تحية. هذا القطار الجاي جندي لجندي منين اجي لمنين وصر واندي. هذا القطار الجاي جندي لجندي منين اجي لمنين وصر واندي. هلا يا سمرة من تمرين هلا يا سمرة من درع. عندي مول كورتي أمان 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 كردي كردي ارجع الكردي أمان أمان شك أمان ددسن خربان ددسن خربان بس كمل عشان تكمل بيتي من راسي راسي. هذا منيف وجه الدرع خياذ الدرع وسحب علينا. هذا منيف وجه الدرع شو أجين ما سمعتك. هذا منيف وجه الدرع. طيب قال الغلاء من سمع. هذا منيف الله. هذا منيف وجه الدرع خذ الدرع وخلانا يسوي بيده كذي وياخذ الدرع وشاف نفسه علينا. ودي تكفى فكنا من شرك نبي ناخذ درع نص درع واحد. حق لي خلف جيش حق لي خلف جيش ما شاء الله حق لي خلف جيش. بقول لك شيء اذا خلصت خلاص ما شاء الله كفو والله العظيم انك محتزم وجمهورك ونعم ولا تقصرون بالباقيين. هذا غير كل الشعار حلو. أيوة. عنده هجوس عنده الهجوس والنوم عنده زر بجسمه عرفت ما شاء الله. شوف زي كذا شوف انا طفشان ما عندي شيء برقد من الساعه 5 الى الساعه 10 شطنك يرقد حلو. لا وفي ونفس الزر ذا يفره ثم يصير الهجوس مثلا الموقف الفلاني. لا لا اصبر مو الموقف الفلاني مثلا عجل طويرش قاعد يقطع شاورما
طنق 16 بيت عن الشاورما كذا ما عنده مشكله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله طيب ما شاء الله لك الظاهر ما شاء الله الله لا يضره. والله اني ما فهمت الشعريه ايش سالفه الملعب الصابوني. ملعب صابوني والله لسه اجر لكم عمك ولا خالك لسه اجر لكم يلا عطنا عطنا عطنا. والله يا اخوك شف ملعب الصابوني ذاك اليوم احنا فاهمين ملعب الصابوني غلط، نحسب اكثر واحد يزحلق هو البطل، فهمت شلون؟ فزحلقت ذاك اليوم انا يمكننا صغار أن؟ لا لا عبد المجيد ايوه يمكننا صغار احنا نظامنا انا واخواني زين لو اسلفه ريال اقعد سنه كامله انشب له اقري خابر انت نجمع من الفلوس كانت فسحتها 5 ريال حلو زين ازبن الباقي عشان اشتري فيه بقاله وطلعنا وبالليل وناس مصرف لي اليوم كله. جميل فهمت شلون؟ فانا كنت مسلف واحد ذاك المرحله كنت صغير ولا كبير ولا ايه صغير مره كنت مسلف اخوي عبد الله. اخوي عبد الله الحين بثاني ثانوي زين او ما ادري بثالث ثانوي والله ناسي الزبده كنت مسلفه فلوس. عبد الله صار منك؟ اي اصغر مني ترتيب الرابع من اخواني. جيت انا انبرشت عليه، تعرف انبرشت رضا تكر لا جاء من اخر الملعب ما رجله كذا هذا انا جيته. ايوه زين هو ذيبان استغل الفرصه طاح داخل شوي من بعدها بشوي جاء طاري الفلوس. قلت له وين ابي حتى اذكر المبلغ 29 ريال كنا شارين يويو من محل ما اقدر اقول اسمه. قال وش فلوسه؟ قلت له فلوسه كنت اطلبها منك. قال يوم طحت على راسي نسيت. في المطبخ في المطبخ في صابوني صح؟ يقول دخت ونسيت جحد ام امي هذه السالفه. الله اكبر على راعي تصريفه والله بطل راعي تصريفه. فين عبد الله منهم؟ اوه انت هذا راشد صح؟ هذا انا ها؟ اي هذا انا. سبحان الله يا اخي وجهك نفسه اللهم مركب عارض ونظاره. هذا من هو الحين؟ هذا عبد الله. هذا عبد الله وذا من هو؟ هذا فيصل صار مني بسنتين. اصغر منك بسنتين؟ ايه. وعبد الله صار منك بكم؟ والله ما ادري اخوك هو ثالث ثانوي كم عمره؟ ما اعرف كم عمره لكنه ثالث ثانوي. باقي طايح على راسي الحين تقول لي؟ ايه هو راسه كبر بعد الطيحه. طيب هذه صوركم وانت ايش تقول لي؟ وانت صغار صح؟ هذه ما بعد طيب. الظاهر انك كنت بالروضه. هذا الواد صح؟ ايه الله يطول في عمره. الله يخليك طيب. ان شاء الله يطول في عمره. هذا حبيبي راشد. طبعا انا كنت فاهم الكشخ غلط، كنت احسب اللي يلبس نظاره شمسيه كشخه، لابسها بالبيت ومصور بالبيت. طقطقوا علي العائله كلهم. يا اخي ليش في يوم العيد يلبسوا نظارات شمسيه كلهم رازين جنب بعض؟ يا فاهم برا عادي كان لابسها جوا البيت. ايه طيب ما ادري ايش احس فيه اللمبه شوف هذا من هو؟ هذا عبد الله. هذا عبد الله. ايش طيب وهذا من هو؟ هذا فيصل. فيصل وهذا من هو؟ هذا عزوز اخوي ما شاء الله. يعني انتم هذا الاربعه هذا ابليس ما شاء الله تبارك الله والله ما شاء الله عليه. اها آه يقول ابليس على يساره تكفى ابو علي يقول لك ابليس بلا صوص ابو علي يسارك ابو علي تفرج من يسارك ابليس والله طلعت انت ابليس والله ابغى اقلب عليك انا قلت كذا رطف ابو ريشه ابو علي ها ابغى اقلب عليك تكفى والله يا ابو علي نبغى يقلب عليك يا شباب شفتوا شفتوا الشباب هذه وين الهاشتاج هاشتاق شفتوا؟ لا لا هاشتاق هاشتاق لا ها؟ لا لا حبيبي عبد الله طيب حبايبي اللي في الهاشتاق يقولون ايش يعني لك يا عبد المجيد ما هي مكتوب في الهاشتاق لكن ايش يعني لك أسامة المساوي الجار الله راشد قاعد ثاني ابراهيم ايش دخل ايش دخل اسامه هو زايد الحين اسف يا كنترول ايش دخل اسامه هو زايد ما ادري والله جاء على بالي بالمطبخ حقا ايش دخل انا حكم من دبنا وصرت مثله طيب روح هو تم العيد اسف اول شيء ادعوا له بالرحمه
الله يغفر لك. هذا صديق من اعز اصدقائي. الله يرحمه. طبعا الله يرحمه. اتوقع انه كان حافظ على القران وحافظ جزء كبير من القران. الحمد لله شكرا. جاء سرطان ببطنه. الله يغفر لك. متوفى الله يرحمه قبل تقريبا سنتين. لا لكن ما زال باقي هنا. يعني كان صديق جدا. مرة. كنا جروب واحد اسمه جروب 13 شخص. كنا مرة خلاص. كان هو من اعزل الاصحاب لي. الله يغفر له. شخص مسوح، شخص من الاخر شخص يعني طيب. الله يغفر له ويرحمه ان شاء الله. وش سالفة ساكن حطيناها؟ اللي بظهرك. اللي بظهري. ايش هي اللي بظهرك؟ عندي زاقة ظروف قبل ترى كل الليل يناديني اغلب الوقت يناديني صيدن امي صيدلي انت؟ اي لا يناديني منيف تعال لزق اظهري واجي لزق اظهري فقدت الاسبوع ما ادري جيت ليش ما تخليني انا قال انت ما انت يمي قلت يا اخوي نادي يا زين ما يبغى يحرجك ولا يبغى حبيبي منيف طيب ايش السالفه؟ انا عندي زراقة ظروفي بالفقره الخامسه طيب الله قبل سببها قبل خمس سنوات سويت نفسي طرزان وقمت بدار البيت بفتح الباب ورجعت على ظهري اوه ورحت ما هنا مستشفى الظهر ما خليته علاج طبيعي كل شيء تمارين ما في طيب باقي تسوي وباقي وش اسمه الصبغه وش تسميه باكوي كان امي اتوقع طيب. الصبغه اللي حط عند العجز اوه ان شاء الله اذا طلعت ان شاء الله بشوف هذا قبل خمس سنوات الى الان ما زالت بي تتعب نشوف احنا نشوف عوال حارتنا وعوال الجيران وعوالنا الصغار يطبحون ينقزون اعطوا النصيحة طيب انت نصيحة يا شطار يا حبايب عيب تسوون كذا تقمزون من عند البيت والله اقمزوا من ورا بس راح هذا قول يدق قاعد شيء ما يدق احد امس لا يقمز والله ان الرجال ذا في جانب كوميدي لو يفجر عن طاقته الكوميديه ذي والله شوف تلقانا كل ابوي مسكين من الضحك عبد المجيد جاكي تكفيني جلسته انا اقسم بالله خليه والله بالغرضه ضحك علي حركه اسويها بالغرضه اسمع حبيبي بالغرضه اقسم بالله اني اعصب على الشباب اذا كلمني اذا ضحكت اي خليني ارقد والله شوف اي ترى انا اعرف عبد المجيد من اول عنده روح الفكاهه وعنده المزح والضحك لكن دخل البرنامج هذا مطبوس باكل ضفدع ها؟ اكل ضفدع اي والله اكلت ضفدع على روحي ارجع اشوف الرجال احترق ولا لا الله يسعدك يا مجيد طيب عبد المجيد انت الحين بنعلم اهلك ونعلم الناس المشاهدين انت قلت لاهلك اني بروح الدوله الفلانيه ايه وش الدوله؟ وانت طلعت رحت دوله بعيدة شوي وش الدولة؟ ايش سالفتها؟ وش الدولة؟ قل لي باذني رحت دولة غير الكويت قلت لهم بروح الكويت لا لا ما مكتوب طيب تعال قلت لهم بروح دي ما رحت رحت الفلبين ايه ست ها يدرون اهلك ولا ما قد اسكت يعني انت ما قد علمته؟ لا ما قد علمتها لكنك رحت الفلبين على اساس انه ما يسمعون الحين طيب علم اسال 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 خليني اجاوب بس اسال ايش سويت وشو؟ انت قلت لاهلك اني بروح مكه اجيب لكم زمزم من مكه ايوه انت خالتي ايه؟ سمجاريه سافر ابو يومين يسافر ابو يومين الفلبين ويدقون عليها قال والله انا في الكويت يا ولد من مكة الكويت مكة الكويت لا 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 وقال بروح الكويت والرجال كان طالع عليه المشوار يمكن ما رايح الكويت طال عمرك ومن الكويت لا من اللي كان معك وش سالفة الرحلة ذيك وكيف جات وكيف يقولون جت كذا طلع غبية كذا جت احتفظ بسري لوقت لاحق والله يلا اوكي اوكي راشد طبعا اخوك يسلم عليك من هو؟ اخوك فيصل الله يسلمك ايه هو راح الفلبين عرفت هو راح الفلبين لكن نبغى نعرف سالفة القصة لان اصلا ما كان في بالهم يروحوا الفلبين كان في بالهم رحلة قصيرة
لكن طالت رجل الرحلة وراحوا بعيد وتوهق الرجال يدقون عليه أهله. فضحتنا احنا، تدري هذه ما يدرون عندي جواز؟ والله ما يدرون هذه اصلا. بعد البرنامج لازم جواز. لا 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 اهلا بالعيد. لا 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 اجل اللي اعطاني المعلومات تبغى له ضرب. والله انت جايب لكم ضرب. هذا هو الحال. ها طيب بالغرفه. طيب يقول لك اعطنا قصيده. لا لا والله انا نبغى دحها. هل هل يا غناتي يا غناتي تعال هنا. يلا يلا بالله جايزتك يا محمد. جدا والله اني احب الدحها. والله انا تهيب. تدرون متى نلعبها؟ يعني لاجل لعب اللعب صار لي بشغلكم فيها متى؟ لا اشتد البرد علينا. تدفون تحركوا بس. هلا هلا باه يا هلا لا يا حليف يا ولد لا يا حليف يا ولد هلا هلا به يا هلا لا يا حليف يا ولد لا يا حليف يا ولد هلا هلا به يا هلا لا يا حليف يا ولد لا يا حليف يا ولد هلا هلا به يا هلا لا يا حليف يا ولد لا يا حليف يا ولد حنا طبختنا شاورما وانتم عليكم التونة وانتم عليكم التونة هلا هلا به يا هلا يا حليف يا ولد يا حليف يا ولد حنا طبختنا شاورما وانتم عليكم التونة وانتم عليكم التونة يا حليف يا ولد يا حليف يا ولد هو ابو علي هو حقنا والغامض هو من قدنا والغامض هو من قدنا ابو علي هو حقنا وشهري هو من قبلنا ابو علي هو من قبلنا هلا هلا به يا هلا يا حليف يا ولد يا حليف يا ولد شايف طلق عجوزه من شان البنت المزيونه من شان البنت المزيونه لا هلا به يا ولد لا يا حليف يا ولد لا يا حليف يا ولد يا سلام صح لسانك حشب علي ما زانت حقت ابو علي ما طلع يستحي منك ابو علي قال ابو علي وهقنا هذا له واحد اسلكه واحده خلنا نضحك نيه ضحك وهقكم ما وهقكم الا بلكم في مشاكل. كيف الحال ابو علي؟ الله يسلم حالك ابو علي. اسمعني ان شاء الله طبخات بكره بس تشوف شوف طبخات جنوبيه طبخات شماليه طبخات شوف. طيب ابو علي عندك معلومات عن الديك الرومي؟ ديك الرومي إيه؟ المحشي وهذا إيه محشي في رومي في زي ايش تبونه رومي عدة طبخات دي شكله يشوف مستر بن دبلوماسية يوم يشوف مستر بن قاعد يحشي الديك الرومي ذاك اللي قاعد الليل كله ويحشي الديك الرومي مستر ايش؟ مستر قهوة مستر بن اقوله مستر قهوة ما يمديك ابو علي ما يمديك عشنا واجد في برامج الواقع ما عليك انت. طيب ابو علي ايش رايك انت؟ تمام الديك الرومي ايش تعرف عنه؟ ما شفنا ولا اي ديك رومي عندنا في طبخاتنا من بدا البرنامج للحين.
هل هو من الصعب انك تجيبه موجود في البقاير؟ الرومي هل هو من الصعب انك ما تلقى فيه ادوات انك تطبخها فيه؟ هل من الصعب انك ما تلقى صينية ديك رومي؟ هل هو من الصعب شلون يعني؟ اسلم كمل. هل هو من الصعب انك تجيب محشي بدل ما تقبل الملفوف قبل محشي دجاج؟ محشي بقر، محشي عصافير، محشي وحر، اي شيء. اعطينا راشد وخادم حميد محشي. محشي مخ اعطيتهم انت. محشي خادم حميد منو؟ محشي انا وخاد عميس. خاد عميس الله يكتب الخير. طيب بس سوي الشنب المتراكم قطه عطه عليه كمون. طيب انت ابو علي انت علمتهم انت ذاك اليوم صح؟ علمت الناس وعلمت الشباب ذاك اليوم هم جالسين هنا، علمتهم كيف يسوون؟ نعم علمتهم كيف الكشره وبدايه وهذا وهذا، علمتهم حاجات كثيره. يعني مو صعب انه يجيب الرومي، ما الرومي صعب مو صعب. طيب ابو علي ايش هي اكله من الاكلات البحريه اللي تعجب ابو علي؟ جميع الاكلات الحمد لله فضل الله. رتويت الكلام بحريات عشق. البحريات جميعها مبدعه جدا. مبدعه. ممتازه وحلوه. مفيدة. لا لا في تعبير ابو مفيدة. الله يسامح ابو حامد حقين التعبير اللي درسوا استاذ خالد. طيب. الراشدي الله يغفر له ويرحمه ان شاء الله. انا احس انه توفى بعدك. ممتع جدا. ايش تبغى من الاكلات البحريه ابو حامد؟ ضيفك ابو علي ولا احنا؟ ضيفك ابو علي ولا احنا؟ لا شوف ابو علي معطيها جلسه يا اخي، حتى انا ليش ما سالتني؟ لا انا بعدها ما حبيبي تدري ليش؟ اليوم ما طبخ شيء. هيو متغير الرجال. انا اقول له ابو علي انت لازم تجينا الاسبوع بكره وانت معك طبخه في مخك، ابغاك تشغلني هنا، ابغى اشوفك تشغلني هنا مع الشباب المتواجدين. طيب سؤال لك يا عبد المجيد. الله يهديك. قبل السؤال انا اخاف امي تحس بوجعان ظهري، ترى ما بالا العافيه وميمتي وظهري يوم جبنا طاري الظهر. الله يطول في عمرها يا رب ويخليها لك ان شاء الله. كيف كيف؟ خفت هوجس وتقول وليدي يا حول تعبان ولا شيء كذا. لا لا ما علي حبي له. طيب حبنيك ابو علي. لا ما شاء الله مثل ال الغزال ما شاء الله. اوصيك يا ابو علي انا في واحد اسمه عمر، تقدرون تلزمون يروح يأذن. عمر سلام. عمرات حقت مين يا ابو؟ صح صحيح مسكين موال على كيفك. وش السؤال؟ وش سؤالك اللي ابو عمر ملحم؟ ايه علمني ذا الحين انت الحين ايش سالفتك مع قلت بسرعه الوقت البرايم البارح الغماء؟ انت الانسان الوحيد اللي شفت له امس العالميه شغاله فيه، انقطعت رجله. وش سالفه امس البرايم؟ تسوي مصايب والله. هذا 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 شافه فجع العالم كله امس. ميت 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 العصر سوى نفسه منسرق. خل اعلمك السالفه من منطقتك. السلام عليكم. هات انا اسمع 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 راشد يعطيه موال. لا اله الا الله سلمت. اخذت فراش من هنا طلعت بالساحل برا بالدائره باللوجو. ايه بتشمس ما عندي نيه مقلب ولا عندي نيه شيء. ايه رص فراش وانسدحت. حط فازلين بيسوي تاب. وائل كان وائل كان جالس بها شو اسمه كارديان. هم الشباب جالسين هم الشباب يسولفون. جيت انا نمت خليتهم. جاء وائل ونقز وسحبهم بفراش كذا ودار. يجون عيال صالح وشلونهم كذا بالفراش. مرياس كان مع وائل بركبته براسي. يعني ما هو بالارض. حلو؟ لا بركبته براسي. وش دعوهم بالارض؟ انا سويت نفسي اني استهبال خفيف يعني ما كان عندي نيه غماء ولا شيء. راح وائل وبسام الله يذكره بالخير جابوا طحين من الخباز كبوا على وجهي كذا. تعرفون كذا يعني. خلنا اقرب عليهم دام حاط عليهم اقرب عليهم. سوي نفسي مغمى عليك. ولا ضحكت ولا شيء ولا شكب علي ما تحركت. مثل انا جالس بكرديال تفاجئ تتمسرع الرجال مصر. الله اكبر عليك ما شاء الله. شوي اللي ما اخذ هذه تعرف قارد بيل هرب. عليك اللي شغله هرب هرب هرب. عامر اركض كنت عامر ما في ما في عمر شكله طالع. لكن اسف كل اللي فجعتهم وهبلتهم على قلبي والله ما شاء الله ما تعود له. يقول لك يا منيف نبغى تعطينا يا طويل العمر سلامة الغاز شعرية والشباب يحلونها والإدارة يعني مسابقة شعرية. أعطانا أعطانا كل يوم لغز شعري بس حفرنا حفر ما حلنا فروا ولا حد جاب. أنا جاوب. طيب ليش ما نسوي مسابقة كذا؟ بتصير بتصير بيني وبين سعد هذه بتصير بتصير لجنة أن نعطيهم شطر بيت ويكملونه وأفضل واحد يجيب شطر لهم من الجائزة إن شاء الله. عمر مو
طيب قول من ايش سره مع عبد المجيد اللي بيقوله يوم السبت ولا قاله؟ قول لهم بعدين يعرفون ان شاء الله. يقولون بعدين، يقول بعدين ان شاء الله. لا تسالون هذا الحين. كل شيء بوقته حلو. قول راشد ترى في ناس يحبون صوته، لا تتحطم من الشباب، ترى نروق على صوته بالله وصل له الكلام. ما لقيت تقرا غير التغريده ذي. انا ابغى اعلم انه على غلط. التحطيم قال يجينا مثل الحجاره، اجمع الحجاره ذي التحطيم والنقطة الهدام واصعد فوقها للقمه. انت ابو قمه عند الحين مقتنع في الحاجه اللي قاعد تسويها؟ لا 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 استمر ابو حمد. محمد قبل حكمتك عن القمه عيدها انت الان. انت اسمه لا 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 غير هذا اللي قبله يطلع توسع الجميع ما ادري وش. اسمه ايش يقول؟ لا ليس مهم ان تصعد. ليس مهم ان تصعد في القمه. لا ليس مهم فقط انك تصعد للقمه بقدر ما هو مهم انك تحافظ على بقائك في القمه. طيب ما صعدت انت شلون تحافظ على القمه؟ قاعد تصعد اذا صرت لان في ناس زي فقاعه الصابون يطلع القمه. شوف هذه القمه يقول ليس مهم ان تصعد بس اهم شيء انك تحافظ انك باقي في القمه. طيب ما صعد ثم يقول الحين ما صعد. انت يعني انت كل ما صعدت سحبوك برجلك. انا اقول حكمته انا اقول حكمه حق الحجاره افضل بس هو بيحك كبه. انت تعرف هذاك اسمع محمد تعرف هذاك اللي اعطوه السؤال شو قال؟ قول السؤال ثاني. هذا هو لخمنا. والله يا مخي دحين قاعد ارتب عيلي ارتب. اسمع الحين الناس اللي يحطموني زين او يحطمون اي شخص باي مجال مثل انا موهبه الانشاد زين كانهم يرمون حجاره عليك. انت لك الخيار تخلي الحجاره ذي تهدمك تصير قبر ولا تجمعها وتصعد فوقها القمه. يقعد ما سويت طيب في هذه القاعده. انا قاعد اصعد القمه. هو فارق الحين البارحه صح. شوف خالد حميد الحين يقول فلقه كلها عصا. طيب سؤال منيف يا مال منيف. في واحد هنا من الشباب يسلم عليك يقول كان صديقك في العسكريه. الله يسلمك. اسمه حمود العتيبي. عرفته منعم الخير. عتيبه حمود 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 ايه. لا هذاك حمد سعدون. لا حمود والله ما ابو علي ابو الحاج الظاهر فرمت. الا الا ذكرته 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 ذكرته. خالد يقول عمر ملحم ترى ما موجود. ها وصل لسالم ان جمهوره معه المدينه منوره. كفو كفو والله حبيب الله سالم تستاهل كل خير. سالم ما حد قد قال لك انك تشبه سعيد بن مانع؟ والله كثير وقالوا لي اشبه شو اسمه كان في برنامج هنا. انت تشبه واحد اسمه سالم الخنفي. سالم تعرف هذا الشخص؟ والله ونعم. من هو ذا؟ هذا طال عمرك كهاف القم. المهم انه يسلم عليك يا حبيبي. الله يسلمك سلم ان شاء الله. اخواكم كلهم طالعين في تويتر. ما في ناس ما كان صورتي صح؟ ما كلم تويتر. يا ابي الحين نص خويا ما عنده حساب تويتر قبل. وانا صغير. اللي جبتها ما تذكرها؟ ما والله ما عرضتها. لا تحلف والله ما عرضتها ولا مره. لا تحلف. حبيبي ترى عمر مو فيه. انا اسمع الكنترول انت دبيت سبدك. اي لا فيه واحد من الشباب بينك بيده. دبيت سبدك. شوفه اسمع من دبيت سبدي انا. ويسلم عليكم عبد الصمد الشتوي. والله من المذنب. الله يسلمك سالم وبدحين. من خياكم؟ ها؟ من خياكم؟ ما يحتاج عبد الصمد. ايه ممثل كبير عبد الصمد. اوه ما يحتاج خبر. مثلنا معه خمس سنوات مثلنا معه. طيب في صورة هنا وصلت لك لكن فين هي؟ أنا ما أدري. ما عرفت لي شيء. أصلاً ما لي صورة، في صورة واحدة. أصلاً سالم أنا متأكد أن الطويرش قبل يدخل برنامج كان لابس سروال الأخضر خط البلدة. ما تطور إلا ما دخل إلا. شوف شوف وطبعاً بنروح للاذان لكن زياده عليها معاذ الشامخ يسلم عليك. يا رب قلبه. الله يسعدكم. فرصه سعيده اعزائي المشاهدين وباذن الله انكم استمتعتوا مع الشباب المتواجدين معنا في المطبخ. الضحك والشعر والاناشيد والحاجات الحلوه. الضحك والاناشيد الاناشيد ركزوا على الاناشيد. فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. راجع لكم باذن الله بعد الصلاه مع التصويت واعلان القرعه اليوم غد والاسبوع القادم باذن الله تعالى. استودعناكم الله. زد بهاراتك زد بهاراتك يلا نبي الابداع في زد بهاراتك وقت التحدي حان اظهر مهاراتك يلا 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 زد بهاراتك من ذاق طبختك اعتمدها زيد 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 راصدك زيد 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 راصدك يلا يلا يلا
رصيدك يلا 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 زد رصيدك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا